الايام اللي في عيني تشوف بلا ما نشرح همم والفا نغيب من بات ما نصبح عفطر قاني قدام ورويك فين كتشطح سلاكي تملي نفرح ويلا بغيت نوصف جراحي غنرسمها بحر واجوع عالية وغنلون ما بالاحمر لقراب مني كيعرفوني بعيني كنظر من اللي كان بغي نقول ساكت كان اقدر بزروع في قلبي ورد شوكة ولا اكتر هذا دليل ما عنديش قلب من الحجر سري يسام عمي البحر ما عمرو غايدر خصوصا باش يضر ولا في طريقي شوك خليهم يجرحوني عليا يا يما خلعوك ما قدروش يقتلوني طفي التليفون وعياطك في القلب يزوني وحدك لي فين يكون ما شفتي كيف شافوني كتشوفيني صافي واللي داز كافي فتح باب ما طارت ما ولات الكتافي قلت للريح انت السبب جاوب نافي كيفاش غادي نكون كسر من باردة ولا دافي راني محتاجك اليوم كفاية نضيع فؤادي خليني مهموم ما كنشوف النوم ما قادر نعيش عادي شوف الناس كيف تلوم وحدي متهوم واللي باقي كل شي قادي الريح معاونة الغيوم تحجب عليا نجوم واللي سكت وراضي راني محتاجك اليوم فاين ضيع فؤادي يا مخليني مهموم ما كنشوف النوم ما قادر نعيش عادي شوف الناس كيف وحدي متهوم واللي باقي كل شي قادي مساء الخير عليكم مستمعين ومحبين برنامج أسرار القلوب اشتقت لكم واشتقت لحديثكم واشتقت لحبكم بطبيعة الحال كالعادة وكباقي الحلقات اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين تاني شيء باش ندوز هاد الحلقة بطاقة إيجابية راحة نفسية وكنا نخرجوا ضاحكين ومبتسمين كماضي الحلقات كنا نكتبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كذلك كلشي برك على قليب 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 كلشي برك على قليب قليب ويبارطاجي هاد اللايف هذا مع الناس اللي عزازين عليه باش أنه يوصل بزاف ديال الناس بطبيعة الحال قبل ما نبدأ هاد الحلقة قبل ما نبدأ هاد الحلقة بغيت نقول لك انت اللي تسمعني صلي يفرج عليك والله يفتح لك بيبان الخير والله يجمعني بيك في الجنة وفي الدنيا قبل الجنة وصير لي يحقق لك كل ما نويتيه في خاطرك ويا رب ثم يا رب إذا كان معنا شي واحد في هاد اللايف طالع لي الدم أو لا كاره هاد الدنيا أو لا ناس والدموع في عينيه يا رب خلي ما يسالي هاد اللايف هذا إلا والابتسامة في وجهه إن شاء الله وكنا نكتبه لا إله إلا الله محمد رسول الله وكيف لا أننا نخرج مرتاحين ونخرج بطاقة إيجابية وأفلا بذكر الله تطمئن القلوب كذلك نستقبل اتصالات ديالكم عبر الرقم 00 02 07 20 عبر الواتساب وبالنسبة للناس اللي عايشين خارج المغرب 00 112 6 02 07 20 ما شاء الله بزاف ديال الناس على الرسائل ديالكم شكرا على الحب ديالكم كذلك شكرا كاع الاباء اللي تيتصلوا بيا شكرا لهم شكرا شكرا للاخاليد واحد شوف اليوم قبل ما نبدا الحلقات بغيت نشكر واحد الاباء شكرا على الحب ديالهم والله ثم والله واحد الاحساس اللي ما تنوصفوش فشي شي واحد شي اب تحاول انه باش يصلي ويعطيني كلمه طيبه والله ما عرفتش نقول لك الا وحاجه وحده اللي غنقول لك صلي يخلي لك وليداتك والله يخليك لهم تيشوفوا ولاد تيشوف ولاد وليداتهم ان شاء الله والله يرزقكم الجنه يا رب شكرا لخالد شكرا لك لي الشرف على الرساله اللي وصلتني شكرا ثم شكرا ثم شكرا شكرا لسكينه من مدينه الرباط اللي قامت بواحد
واحد طلبت منها واحد الطلب وساعدت واحد الاسره شكرا ليها سكينه من مدينه الرباط شكرا ليها بزاف وبزاف وبزاف. اش نقول لكم قبل ما نبدا هذه الحلقه نستقبل اتصالات ديالكم. كانت جاتني واحد الاتصال من عند واحد السيده قالت لي راجلي تيبغي اللايف ديالك وبغيتك عافاك عافاك ثم عافاك الفاضر عافاك قول لي واحد الرساله من طريق اللايف ديالك. مرحبا اختي شنو بغيتي نقول له؟ قول لي حس بيا. والله عرفتي فاش قالت لي قول لي حس بيا؟ قلت لها علاش؟ قالت لي عمرني سمعته قال لي كلمه طيبه. قالت لي ديما تينقر قالت لي ديما تينقر ديما تيطلع لي الدم حتى حاجه ما تتعجبو اي حاجه درتها ما تتعجبوش. قالت لي قول لي كيفاش الرسول عليه الصلاه والسلام كان تيعامل الزوجات ديالو. قالت لي شوف قول لي كيفاش خصنا نهضروا مع المراه. قول لي بلي راه انا روح ماشي غير جسد. الاخوان بالمناسبه هذه كاين بزاف ديال الاباء والامهات يتفرجوا في هذا اللايف وخصوصا اليوم نهضروا مع الرجال ياك شوف نهضروا مع الرجال ومع النساء بجوج قبل ما نبداو اللايف. الاخوان نبداو بالرجال. والله ما انه ضعف والله ما انه ضعف انك تقول كلمه طيبه لمراتك ماشي ضعف انك تعنك وليداتك والله بالعكس انت واحد الشخص اللي هو مثالي هذوك ولادك وهذوك مرتك اذا ما قلتي لهمش انت كلام طيب شكون غيقولها لها شكون غيقولها لها راه ماشي كلشي هو الماده انك توكلها ماشي انك تصرف اذا وفيتي كاع الشروط لا علم بان ديك السيده اللي معاك مراتك في الدار حتى هي راه عندها روح قبل ما يكون عندها جسد راه اخر وصايا الرسول عليه الصلاه والسلام تنشدوا في الدين غير اللي بغينا تنشدوا غير اللي في الدين غير اللي بغينا واللي تنشوفوها مسلكانه ان الله غفور رحيم ولكن تنساو شديد العقاب. نسولك تبغي اللي يقهر لك امك واش تبغي اللي يقهر لك امك تبغي اللي يقهر لك اختك ما تقهرش بنت الناس هذيك السيده راه سامحه في عائلتها وسامحه في باها وفي امها وخوتها وجات لعندك وعطاتك عقلها وقلبها وروحها وكل ما عندها فكن لها رجلا تكون لك انثى. ايه بالمناسبه قبل ما نستقبل اتصالات ديالكم شكرا لساكنه راه تتفرج معايا شكرا للوليد ديالي راه تيتفرج شكرا للام ديالي كذلك تحيه لكم بطبيعه الحال شكرا ثم شكرا شكرا كاع الامهات اللي معنا شوف الاحداث ميمتو امانه عليك بوس لي راسها بوس لي راسها والله يرزقكم الجنه ويجمعنا كاملين في الجنه وتا حاجه ما تستاهل تا حاجه انا ما تستاهل اننا نتقلقوا عليها فاسمع من اجمل القصص اللي كنت قريت عن الحب. ايه من زمان ما درناش على الحب ياك تنهضروا على المشاكل والحزن والخيانه والعذاب والالم ولا 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 اسمع اسمع نذكرت لك الحب بين سو مشى لك عقلك روميو وجولييت قيس وليلى عبله وعنتر لا 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 ياي كذلك البطله ديال الحلقه ديال اليوم هي امراه عربيه عربيه قبل ما نبدا القصه نتمنى كلشي كاع اللي تيتفرجوا في هذا اللايف كلشي بارطاجي هذا اللايف هذا في كاع لي جروب في كاع لي باج يبارك على قليب 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 باش يوصل بزاف ديال الناس نتمنى منكم كاملين 1300 كلها تبارك على قليب كلها 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 تبارك لان مش حال هادي ما درناش اللايف ضروري باش انه حيت تحيد ليه البلوك خاصنا نبركوا على قليب كما قلت لكم القصه ديال اليوم امراه عربيه ومن اجمل القصص اللي قريتو ما مليتش انني نقراها ونصحكم انكم تقراوها وهي قصه حقيقيه هذا كان واحد التاجر في الزمان في الزمان زمان قبل ما تكون التكنولوجيا قبل ما يكون العلم من مازال الناس تيمشيو بالدابه كان واحد التاجر ديما تيمشي تيبيع تيدي التجاره ديالو لواحد المدوله اخرى اولا نسميو بحال شي قبيله اخرى ولا شي حاجه باش انه يبيع التجاره ديالو وسبحان الله انا فوق ما داز تلقى واحد المراه في واحد المقبره المرة الأولى تيدوز تلقى أنها تتهضر مع ذاك القبر كالعادي
عاوتاني المرة الثانية في كل رحلة ليه تدوز على ديك القبر هذيك المقبرة وتشوف ديك المرة يعني شارفة التجاعيد وكبيرة وكل ساعة تتهضر مع ذاك القبر المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فرا شدنا احنا العرب الفضول الفضول فسولوا ما حال هذه المرأة هاد العجوزة دي مالها مالها هاد كل ساعة واش حمقها ولا شنو واش هادي حمقى ولا علاش تهضر مع قلب شنو عندها نسول اهل القبيلة شنو قالوا ليه اسمعوا اللي تنبغي في نهار ونكرهك غدا اسمعوا اللي تنبغيك غير فاش تكون بخير اسمعوا اللي تيقول لك كلمة تنبغيك غير فاش نكون انا مزيان اسمعوا اللي تيقولوا كنبغيك فاش نكون ضاحك اسمعوا اللي كلمة كنبغيك اللي تيقولوها بالسهل اسمعوا اللي كلمة تنبغيك نقول لك اليوم كنبغيك غدا نقول لك كنكرهك اسمعوا الحب الحقيقي هذه كانت واحد الشابة أجمل من أجمل وصفها من أجمل نساء العرب من أجمل نساء ديال العرب آية من الجمال كان كل من شافها بغى تكون ملكه كل شيء اللي بغى لمن الحكام ديال ديك القبيلة على كل شيء بغي أنا تكون ليه وهي شنو ما بغيكش راه عندي الفلوس ما بغاكش راني عندي السلطة تقول لي لا ما بغيتكش انا ما بغيتكش كون كما شئت كون كما كنت ما بغيتكش بغيت اللي بغيت انا اللي نبغيه انا واللي نختاره انا اسمع اللي تجيها تجيها بالطنوبيل وشوية الفلوس ما تتعرفو تا اصلو ولا فاصلو تقول لي ايه مرحبا اسمع عرضت عليها الدنيا عرضوا عليها الدنيا وما فيها وما بغاتش قالت لك لا ما بغاش حتى جا واحد شكون اللي بغات بغات واحد فقير فلاح رفضت الحكماء على فلاح غايت يزرع بغاته وقالت لهم شوف هذا مناش غنخلق وهذا غنتزوج به اسمعوا الحب قال لك لا كل شيء تيديروه بجوج ينوضوا يخدموا يمشوا بجوج يدخلوا الدار يدخلوا بجوج اي شيء يديروا بجوج حتى من الماكله ديالهم تياكلوا بعضياتهم هادشي ماشي ديال نهار ولا يومين ولا ديك شهر العسل ومن بعدين ملوا ما ملوش من بعضياتهم ما ملتش منه وما ملش منها حيت بغاها وبغاته دايرين بحال الصحاب بحال شي صحاب يخرجوا بجوج ويدخلوا بجوج ويلعبوا الناس يدوزو تيشوفهم تيلقاهم غير تيلعبوا هو وياها ديما ضاحكين ديما مبتسمين تتشوف في عينيهم تتلقى الحب هادو زوجين اللي غادي وتيشوفوا غادي تنقر عليها قدام عباد الله وهي تنقر عليها قدام عباد الله قال كان يحترمها وكانت تقدره كان يحترمها وكانت تقدره هي وهي تيقول لهم انا عندي للة العيالات وهي تقول لهم عندي السيد للرجال رغم الفقر حتى جاء الابتلاء فجاءه الابتلاء ومرض اشنو اضحي به حيت مرض شنو اضحي به بالعكس مبقاش ينوض مسكين من الفراش ونهضت هي اللي تتخدم عليه هي اللي تجيب تتاكلو تتوكلو بقات معاه سنين ماشي عام سنين وهي تتوكل فيه سنين وهي تتخدم عليه وما عندهاش ما خدمتها للدار وجيت وكله وطيب ليه وتقابله ومازال الحب بيناتهم ما تقول ليش شوف راتايا صافي طلقني نمشي وكانت آية من الجمال ألف واحد يبغيها وخاكا كرفضاته حتى دم الأمانة أمانته وبقيت وحيدة من ذاك الزمن فاش مات كل مرة تتمشي كل يوم تتمشي للقبر دياله وتتعود لك كل شيء اللي طرا داك السيد اللي قلنا نرجعوا لداك التاجر مش عندها قال انا راني سمعت بالقصه ديالك ولكن علاش تحدثي واحد مات راه مات قلت ليه شو ما قالت لي من يسكن القلوب لا يموت ووعد الله حق بان هذه الدنيا وكاين الاخره بان مازال غنطلق عليه وغنشوفه ليه
كيفاش غادي نقول انه مات وانني تنحس به في كل معايا، تنحس به في كل لحظه. قال لك كيفاش بغيتيني ننسى واحد اللي فاش كنت مرض كان يبكي، فاش كانت تمرض كان يبكي عليها. الرجال ماشي ضعف، فهي نفسك مراتك، ماشي عيب، ماشي عيب ان مراتك تعطي تكون كل شيء في حياتك، انت ماشي عيب ان راجلك يكون كل شيء في حياتك، والله ما عيب. فكوني له رجلا، فكوني له انثى يكون لك رجلا، وكلها انثى تكون، وكوني له انثى يكون لك رجلا، وكلها رجلا تكون لك انثى. اي ماشي بحال الحب ديال دابا، اي الحب، وعن اي حب تتحدثون؟ على حب، اين حب؟ اين حب؟ اين حب اللي ولا الحب ديال المصالح؟ شكون فينا يقهر الاخر اكثر؟ شكون فينا يبكي الاخر اكثر؟ شكون فينا يضر الاخر اكثر؟ شكون فينا يحطم الاخر اكثر؟ شكون فينا ينسى الاول؟ شكون فينا يبكي الاول؟ شكون فينا يقهر الاول؟ الا كان هذا هو الحب، تنتمنى عمرني ما نعيشه. الا كان هذا هو الحب في نظركم، ما بغيتوش. فرساله على الرجال اللي معنا اللي مزوجين هنايا، كلها رجلا. الرجل راه ماشي بانك تفرض هذاك الاحكام وانا وسكت في الدار وانا اللي تنحكم وانا اللي تندير. الرجل اخلاقه ومبادئ اخي. ما عليناش، نستقبل الاتصالات ديالكم عبر الرقم 0600 07 80 20. قبل ما نستقبل الاتصالات نتمنى من كاع الناس اللي تيتفرجوا في اللايف، اللايف مش على ديما درتو 1600 واحد، كلشي برك على قليب، كلشي كلشي اللي دخل يبرك على قليب، اللي دخل يبرك على قليب، اللي دخل يبرك على قليب. كذلك بالمناسبه عندي واحد المعلومه بغيت نضيفها لكم، فانا نتمنى ان هذا طلب، طلب انت حاليا جالس في دارك سخون بخير، ما مسوقش الماكله ديال غدا ياك، فوالله الا توصلوني مئات الالاف ديال الرسائل، كاين بزاف ديال الناس محتاجين الماكله، والله كاين بزاف ديال الناس باغيين حوايج. فتنتمنى من الناس اللي عندنا، كاين الفروع في جميع المدن المغربيه، طنجه، اكادير، فاس، مكناس، الى عندك حوايج في الدار باغي تعاون بماكله، باغي تعاون بشي حاجه، عندنا الفروع في جميع المدن. انا راه ماشي حزب، ماشي جمعيه، وما باغي ندير لا جمعيه لا والو، ما باغي لا شهره لا والو، مجرد نبينوا بان هذه البلاد مازال فيها الخير. واش يصحبكم الدين؟ شنو هو الدين؟ حبا لاخيك ما تحبه لنفسك، وخير الناس انفعهم للناس. نتمنى كاع الناس اللي تيتفرجوا في اللايف، الا بغيتوا تدخلوا للجروب ديال المدن ديالكم صيفطوا لي ميساج فهاد لاباج، كتب لي غير السميه ديال المدينه ديالك وغادي ندخلك للجروب ديال مدينتك، غادي ندخلك للجروب فيه الناس ديال مدينتك. الا كنتي في اكادير، فاس، مكناس، طنجه، تطوان، جميع المدن، غندخلك للجروب ديال مدينتك، مجرد انك تصيفط لي ميساج فهاد لاباج هادي، كتب لي غير فين تتسكن وغندخلك. وكاين جروب ديال الجاليه، شكرا لهم لانهم مقرين باش يحفروا بير، كاين جروب فيه الناس ديال اوروبا، امريكا، اسبانيا، ايطاليا، المانيا، السويد. الاخوان راه غادي باغيين يبنيو بير، كذلك باغيين يصاوبوا مشروع لشي عائله. نتمنى الناس ديال الجاليه، راه كاين جروب ديال الجاليه، صيفطوا لي غير مجرد انك من الجاليه وغادي ندخلك ان شاء الله. نستقبلوا اتصالات ديالكم عبر الرقم 0602 07 80 20 عبر الواتساب. شكرا سكينه، نشوفك سكينه. شكرا الاخ خالد، شكرا الوالد ديالي راه تيتفرج، شكرا الوالده، شكرا الاحباء، شكرا للعقول الراقيه كذلك. نستقبلوا اتصالاتكم. مساء الخير. السلام عليكم. نبدلك الصوت ياك. بدلي يا خويا. اوكي مرحبا. الا كان ممكن تقربي شويه الميكرو لفمك. الو. شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ مريم. مريم، بغيتي تعاوديني شي حاجه؟ بغيت نعاود شي حاجه اخويا بدر. ماشي شي حاجه عاطفيه. اولا تنشكرك اخويا بدر على هذا البرنامج لانه زوين. شرف ليا اختي الله يحفظك. وكنت نتلك دائما ومتبعك. الله يحفظك
الله يحفظك شرف صراحة كتفاجئ علينا. لا لا يحاسب انا شرف ليا والله. امين اخويا امين. الله يحفظك. واخا عاودي شنو قلتي الاسم اللي غتعطينا؟ مريم. مريم. مريم تفضلي يا مريم انا تنسمعك. ما عرفتش منين نبدا لك. تيقول لك منين تلف دام الاول. منين تلف دام الاول. داكشي اللي كاين. تفضلي يا مريم انا تنسمعك. الاخوه اللي تكتبوا لي في لي كومونتير عافاكم ما تكتبوليش في لي كومونتير في ميساج دخلوا لهاد لاباج د بدر الهلالي صيفطوا لي ميساج اكتب لي ميساج راه غادي ندخلك للجروب بغيك تلقى غير الناس ديال المدينه ديالك. اوكي مريم تفضلي انا تنسمعك. المهم غادي نبدا لك اخويا. المهم انا عندي 21 عام. المهم شنو نقول لك تلفت انا. المهم ديت قرايتي المهم قريت شي حاجه. المهم قريت المهم واحد وصلت لواحد العام كانت عندي 17 عام كنت عند واحد الناس خدامة عندهم العائلة تجيوني شي حاجة. كيفاش خدامة عندهم خدامة في الدار؟ قضى لواحد البنيسة عندها 6 شهور كانت عندها 6 شهور داك الساعة كنت قضاها. اها مزيان. المهم شي عام هكاك وانا مع ديك البنيسة المهم قابلتها له وكانت ولفاتني وهذا. المهم جلست مع هذاك العام ومهم دارنا واحد النهار عيطوا لي جاني واحد السيد قالوا لي اجي راه واحد السيد جاب شافك في واحد البلاصه وهذا راه عجبتيه واجي لنا للدار باش زعما غادي يجي مزيان. المهم مشيت للدار وهذا. المهم هما جاوا والعائله ديالو داكشي شافوا عجبني عجبته. المهم شفنا هكا في التليفون وهذا شفنا في التليفون صافي ورجعت لعند ديك السيد بقيت معاه بلا ما هذا قد حيت كان داك الساك عندي يلاه 17 باقا ما كملت 18 عام مازال ما درت لاكارت. المهم جلست مع داك السيد حتى وصلت كملت 18 عام باش درت لك ديك سميتها درت لاكارت. المهم بغيت باش المهم وقع باش درت لاكارت كنا غادي نديرو العقد وقع بيناتنا شي مشكل. صافي وفسخنا الخطوبه. صافي المهم ما تشهمش انا وياه في التليفون الصداع بين العائله وداكشي. صافي سالينا. من بعد دازت واحد 6 شهور تقريبا هكاك انا كنت رجعت عند داك السيد كنت جالسه معاه هاشمي ولا طرا ليا نفس المشكل. كنت ما كان عند داك السيد ايوا وعيطات ليا الوالده وهدرت معايا مرت جدي والوالده هو واحد قريب لينا جابو هكا صادف مع شي عائله وهادي قال بغا يخطب شي بنت الناس هكا يبغيها يتزوج. المهم عيطوا ليا ومشيت انايا مشيت لدارنا. المهم جا لدارنا المهم هضر مع والديا والاب ديالي ما كانش موافق تيقول لي بنتي ما انت باقا صغيره يعني ماشي دابا بلاتي شويه ديري شي حاجه ديري شي تكوين ولا ديري شي حاجه مهمه غير ما تبقايش جالسه وصافي الزواج ماشي دابا الزواج راه ماشي هو الحل. بنادم ما يتزوج بربه راه لا زربه لا صلاح. المهم جا داك السيد خطاب صافي جاب العائله ديالو. المهم دارنا انا وياه تفاهمنا. المهم درنا العقد زدنا درنا العقد داكشي كله غير في شهر. صافي درنا العقد صافي هو فاش درنا العقد وعطاني الصداق ديالي وداكشي كنا غادي قربنا نديرو العرس. دابا هو بغيت زعما نمشي معاه لدارهم هو يعني بصف شو ما عنده الدار غير بوحديته ما ساكنش مع عند حيت ما عندوش الام ديالو عنده غير الاب ديالو عنده الدار بوحدو كان دار معاه العقد وزعما بغاني نمشي معاه قبل العرس. حنا العائله ديالنا ما كيبغيوش البنت اللي تمشي قبل العرس يعني تدير العرس ديالها عاد تمشي على دار راجلها. صافي خويا
هو الوالد ديالي عكس ما بغاش، قال له تا دير لبنتي زعما اللي لجهه وديها ما يعاونك معاها. ما نقول لك اولدي شي حاجه. المهم هو ما بغاش وما عجبوش الحال. المهم مشى صافي. واحد هو جا عندنا الدار ودار مع با ومن ما بغاش صافي مشى بحاله. صافي خويا ملي بحال هكا وقع صافي السيد واحد اليومين. انا كنت في دارنا وامي كانت عند الاب ديالها وانا كنت مع خوتي في الدار. خوتي صغار، خويا عنده 16 عام وكان جاتو داك الساعه المراهقه صعيبه وكان شيء وكان صعيب كانت يعني كانت تنمر من الظروف معاه قاصحه يعني خصك ديري له الخطر لاي حاجه يعني هو ما عندوش البورطابل خصو نعطيه البورطابل يبقى غير عنده ديالي يعني ما يبقى غير عنده ما يعطيش ليا زعما يبقى عنده المهم هو بنيتات الصغار اللي صغار صغار بقات يضربهم زعما شي يضربهم ورجلين معاهم صافي. انا ديك الساعه بعت صداع وهذا ديال الدراري كذاك النهار هذا كان العطله ديال كان فاتح ماي ولا ما عرفتش شنو كذاك النهار وكانوا الدراري ما كيقراو ما قاريينش ذاك النهار صافي خويا داك النهار هذاك راسي وقدرني مع خوتي صافي مني ما كايناش الاب ديالي خدام. المهم في العشيه مني جا الاب ديالي صافي درت ليه صايبت ليه ما ياكل وهذا سخنت ليه الماء وشي ما المهم جلسنا انا وياه وحشويه وجات الام ديالي وش نقول خويا راسي بقى يضرني عاد صبع ديال خوتي بقى يضرني راسي اي صافي خويا صافي تكيت شويه واحد تكيت واحد شويه واحد المره حدانا ساكنه قالت لي حيت الحانوت بعيد علينا شويه قالت لي مين نخرج نجيب لك ما عندها غير شي حبه ديال الراس باش تصد لك بنتي الراس شويه ولا اب ديالي خرج مشى للحانوت مشى خرج عند صحابو الحانوت وانا امي بقينا في الدار. المهم مسكينه مشات صايبات العشاء وانا بقيت في الدار بقيت داخل جابت لي ممكنه شربت هذه الراس وواحد السيد اللي دار به العقد بقى يصوني عليا في التليفون هذيك الساعه كان يصوني عليا خويا بدر في التليفون. انا سمعت الفيفر ولكن ملي ما جاوبتش انا اسم جاوبتش بس جاوبي ما شنو نقول لك ما جاوبتش حيت راسي كدارني ما عنديش الخطر اللي نهضر صافي يصوني صافي خليته يصوني هكا هو يصوني على الاب ديالي قال له رانك الفلانه واش ياك لاباس وهذا قال له براها سميت راها ودي رانا خليتها مع خوتها وهذاك الشيء راه بقى يدارها راسها شويه راها في الدار انا مالها والو. وهو يقول لي ذاك الساعه قال له بنتك مريضه كطيح وما قلتيهاش ليا يعني قال له بنتك مريضه زعما مريضه بشي مرض خايب وما قلتيهاش ليا. نقطعك بعد على نقطعك بزاف ديال الناس باغيين يعاودوا القصص ديالهم وهذه فترة يوصلوني بزاف ديال القصص الإخوان عفاكم اللي تيحس بأنه عنده مشكل كبير وتيستحق أنه يتعاود يصيفط لي دابا ميساج في النمرة ديال الواتساب 0602078020 ولا بالنسبة للناس اللي عايشين خارج المغرب 00212602078020 يكتب لي راه عندي مشكل راه عندي مشكل كبير يكون شي حاجة اللي خارجة يعني تكون مشكل صافي باش نسبقوهم هما الولي انا كاين بزاف ديال الناس محتاجين لينا محتاجين انهم يخويو قلبهم ونعطيهم حتى هما الفرصه باش انهم يهضروا. سمحي لي مريم قطعتك كملي القصه ديالك مريم. قلت لك واش اخويا بابا ما عجبكش نهضر على لا حيت يصيفطوا لي الناس تيصيفطوا باغي القصص حاليا تيصيفطوا لي غير على الحب ولا لا كذا قلت خلي ندوزوا الناس اللي عندهم مشاكل فهمتي؟ كملي لنا اختي مريم. قلت لك اخويا صافي قال الاب ديالي قال له بنتك طايح مريضه انت عطيتيني بنتك مريضه. المهم با داك الساعه عرفت راسو باش تبلا قال له ديك ديك الهضره هو با مع يعني انا ما فهمت حتى شي حاجه الحمد لله ما عندي لا مرض لا والو. صافي با جا للدار وهذاك السيد حاب وصل للدار وهذا جا ديك السيد وراه جا هو عمو
واحد السيدة كانت دخلت فينا اللي هي جابته نهار الأول. مهم جاو عندنا الدار وهادي وبقاو تيتناقشوا نضاعوا هادي وبا تيقول له تيحلف ليه تيقول له ما كاينش هاد الهضره هو تيقول له لا بنتك مريضه صافي صافي بنتك عطيتيها لي مريضه وعلاش زعما تعطيني بنتك مريضه نهار الاول قولي راه بنتك مريضه وقع ليه حد هادي الهضره صافي نتصداع وهو السيد داك الساعك بقى يبكي ديك الساعك هذا بقى يبكي دري ولا صفر وبقى يبكي بحالي قايل له شي حاجه مرينه بحالي ما فهمتش انا. المهم داز المهم شاف حالو داز واحد اليومين جاب الاب ديالو هذا صافي هضروا مع بعضياتهم با وهذا صافي صافي قال له صافي تلاقاو في المحكمه يتفارق صافي خويا بقات واحد الشهرين هكاك صافي رفع عليا الدعوة ديال الطلاق صافي جاتني الدعوة ديال الطلاق و بقيت تمشي للمحكمة تنطلق شي 3 شهور ولا 4 شهور وأنا مجاجرة معاه بعد المرات يقول غيطلق بعد المرات يقول ما غيطلقش وشي 4 شهور ولا 5 شهور وأنا غادي يجي للمحكمة صافي وطلقنا طلقت واحد السيد سمعنا في العائلة. دابا حنا تنقولوا الاول فيه المشكل وقلتينا ما كاينش هاد الثاني حتى هو دابا هذا شي واحد عاوتاني ثالث اخر لا هذا ما درت له معاه لا شي حاجه اخويا هذا غير هضرت معاه ولك مني درت فيا واحد الهضره اللي انا ما درتهاش واخا كمل يا الثالث هذا ان شاء الله نشوفوا شنو يطرح قلت لك اخويا بادر المهم هضرت معاه شي عام وهو هذاك السيد كان يهضر مع واحد البنت شي 10 سنين وهو معاها 10 سنين ولا 11 سنه وهو معاها حيت هو سميتو خوه داي اختها هو كان يهضر معاها قبل ما يتزوج خوه اختها هي مهم شي 11 عام ولا 10 سنين نقول لك هو كيهضر معاه مهم هضرت معاه قلت لك عام دابا راه عام وشي 3 شهور تقريبا عام و 3 شهور وحنا وياه كنهضروا ولكن هو كان دابا تيهضر معايا انا و تيهضر معاها هي وانا ما كانش فراسي هو انا كان فراسي هو راه صافي ما بقاش كيهضر معاها صافي مني بقى تيهضر معايا صافي انا السيد حيت هو من العائله وهادي انا يعني هو بي اللي زعما راه ما كاينش فلاش يعني باغي المعقول صافي كنا عوالين صافي شرا الخاتم صافي الخاتم ديال الزواج وهذا صافي معول داكشي باش غادي يجي يخطبني صافي ديك البنت كتهضر معاه مشات كتقلب ليه زعما على الولد اللي كنت تهضر معاه شحال هذه الايام ديال الدراسه تتقلب لك عليه تتقلب عليه زعما باش تقول انا راني كندوي معاه باش زعما دير لي المشكل زعما باش الاخر يتراجع ما يبقاش صافي يتقدم ليا دير اي مشكل ما عليناش دخلي في الموضوع صافي مشات هذيك سميتو دابا داك الولد اللي كتقلب عليه اللي كان تهضر معاه في الايام ديال الدراسه تيهضر مع واحد البنت مشات هي تتقلب على ديك البنت اللي كيهضر معاها صافي بقاو تعاودوا عليا خايب في الواتساب اوديويات هي ديك البنت تتهضر فيا خايب يعني انا يعني تتهضر ليا في الشرف ديالي يعني كتهضر ليا في الشرف ديالي وتتقول شي كلام ما كاينش الاوديو تصيفطهم لها وهي كتصيفطهم لهذاك السيد انا راه داير
خايفة على ومهم مش هدرة خايفة ما تقدرش تسمعها. صافي هو صافت له داك الأوديويات وهذا صافي صافتهم لي أنا صافي صافي تخاصمنا. مهم تخاصمنا صافي بقات واحد مدة واحد المدة بقات. مهم ورجع تيقول لي الرجعة خادب هذيك خادب قالوا له ديك داك الشيء والدبزنا صافي ما بقاش غيجي لدا صافي تيق داك الهضره غير قالوها عليه وتيقها صافي وصافي جا واخا اختي دابا فهمنا المشكل فهمنا هذا هو المشكل ديالك خويا المشكل ديالك هو دابا خويا بدر دابا المشكل ديالي دابا ديك السيد تعتقد انا كنهضر مع ديك السيد مازال لحد الان كنهضر عند بالي كنهضر معاه وانا صراحه الله كنت داخله مع بنيتي وما دخلش معاه زعما بالتحاميات ولا شي حاجه وهو عند بالي انا نسولك دابا انا معايا طالبه باش تقولي لي واش ترجعي مع صاحبك ولا ما ترجعيش معاه ولا شنو ما فهمتش ماشي هكا لا اخويا لا وشنو السؤال اللي باغا تطرحيه عليا دابا انا تفضلي دابا هادشي شنو مثلا شنو باغي باش بغيتي نجاوبك اختي انا احترمك على الاتصال ديالك ياك واخا اول حاجه هاد اللايف هذا فيه الناس بوليداتهم بعائلاتهم تبارك الله راكي عارفه كاين الناس اللي عندهم الحفايد اللي تحيه لهم راه تيتفرجوا في هاد اللايف ياك خويا ياك يعني خاصنا نورمالمون نراعيو بان كاينين الناس بعائلاتهم وليداتهم حتى كنا غنهضروا شي مشكل نعاودوا لهم مشكل اما هادشي ديال الكدا ف ماشي من ثقافتنا اصلا ما عليناش صافي ماشي مشكل انا نجاوبك نهار ديري تحيدي الهدف ديالك كل هدف ديالك راه راجل في حياتك غتنجحي في حياتك ياك حيت هاد الحياة ماشي هي ان بالضروره يكون راجل في حياتك شحال عمرك اختي 21 عام فكري فاش تكوني ناجحه فكري كيفاش ديري حياتك كيفاش تكوني حياتك كيفاش تكوني واحد الانسان عصاميه كيفاش تكوني وكيفاش تفرضي الوجود ديالك ماشي هي كل الهدف ديالك انه يكون راجل صافي انا دابا خدمه سفر بديت نخدم برافو عليك شي احسن حاجه قلتيها في هاد لابيل اللي مدينه لدابا هي هاد بديتي الخدمه وديري شي مشروع ديالك ونجحي في حياتك اما مشات عنده مشى عندها ومشى عند هادشي راه ديال المراهقه هادشي هادشي تتعاودي لنا حنايا بنفسنا اش غادي دري صغار والمراهقه اما اللي بغاك غيجي لعندك اللي بغاك يجي عندك وكل لقات فيه هذيك الخير اللي مضيع معاه 5 سنين 10 سنين كاع ما ديريها معاه انت بعدا شايفه مضيع وحده مسكينه 10 سنين من حياتها غتلقي فيه انت الخير جرب انت الناس 10 سنين وقال سيدي في التالي قال لها اسمحي لي ما حق ديك البنت ديرها هكاك ما حقها ديرها هكاك ما حقها تدمركم ونهضروا بصراحه هو قال جرب فيها عشان ضيع لها 10 سنين من حياتها راه ما غتقولش فيك الشعر راه ما غتقولش فيك الشعر 10 سنين مهم 10 سنين ولا 12 عام وحسن عوانه هي مسكينه راه لا انت لا هو اللي مضروري راه هي مسكينه اللي مضروره مهم علي شكرا على الاتصال ديالك تشكرك على الاتصال ديالك اوكي نحاولوا نتواصلوا نعيطوا الناس اللي باغيين يعاودوا اللي كتبوا لي انا راه عندي مشكل ونتمنى انه يكون عندهم مشاكل نتمنى من كاع الناس اللي تيتفرجوا في هذا اللايف كلشي يبارك على قليب 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 ويبارطاجيو هذا اللايف مع الناس اللي عزيزين عليهم 1700 كلشي يبارك على قليب كلشي يبارك على قليب مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بك خويا بدر كي داير الحمد لله صوتك راه مبدل ياك نخليو صوتك مبدل لا لا خلي صوتي ما عنديش مشكل واش تعاودي شي قصه ولكن ما عنديش مشكل صوتي يبقى
لا من الاحسن انا تنفضل بصراحه اللي غيعاود شي قصه ما نبينش صوته. لا اللي بغيتي ما عنديش مشكل. واخا شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ ما سرتينيش الاسم الحقيقي ديالك. حتى الاسم الحقيقي ما نعطيهش لك. لا ما بغيتوش. الو ما بغيتش الاسم الحقيقي. صافي واخا. شنو الاسم؟ ما عطينيش الاسم. دير مريم. مريم. مريم تفضلي انا تسمع. كبير خويا بدا اول حاجه لي الشرف انني نهضر معاك. وانا لي الشرف اكثر واكثر والله. ريسبكت معاك الله يحسن العوان. عندك المساجات بزاف ما كتوصلش يمكن المساج ديالي. صعيب باش نجاوب كاع الاتصالات مي راه كنحاول. المهم شكرا لك مريم. مريم واش باغا تعاودي لنا مشكل؟ مشكل تحسي بانه مشكل؟ انا كنحس به مشكل. تفضلي. ولكن هذا المشكل انا نقول لك حتى الاخر. تفضل. اول حاجه دابا كنت قلت لك مريم ياك. مريم تفضلي. مريم زاديت وانا مريضه عندي سكر. اي سكر. انت عارف الدراري الصغار ما تيكونوا ديك الساعه ماشي واخا تقول لهم ما تاكلش واخا تقول لهم ديروا ريجيم واخا واخا بزاف ما يمكنش. ما كنتش تبقى صغيره وكنت غتعيا ودارنا ما يحبسوني ما بزاف الحوايج اللي فيا كنت ندير. كنت ناكل داكشي اللي ما كانش اللي ما فيه السكر ما يقدرش ياكل داكشي. ما كنتش كاع نهائيا ندير ريجيم. درت 19 عام تزوجت. ما كتب ليش ديك الزواج. اصلا كان داخل على طمع. علاش داخل على طمع؟ شنو عندك؟ داخل على طمع حيت ما كانش يصرف. كيفاش والديك؟ انا كنت مزوجة مثلا. كنتي داخل على كان داخل على طمع تنعرفوا بان حيت لا كان والديك لاباس عليهم. والدي الحمد لله بخير ما خاصني حتى خير. هزيني دير ليا دارنا فهمتي دير ليا داري زعما حيت عارفيني مريضة دير ليا داري دير ليا فهمتي ما مخلينيش. المهم العائلة متوسطة ماشي زعما لاباس اليوم ماشي فقراء. ما كيصرف ما كي والدي اللي كان كيصرف ليا كلشي. ولدت معاه الولد الاولاني ولدت على 7 شهور عاش لي سيمانه مات ليا. عاودت ولدت المره الثانيه عاش لي حتى هي سيمانه. وكنت نمشي كنرضع وكنجي كنرضع كنجي مات ليا حتى هو ما كتبش. عاودت المرة الثالثة حملت وش سبحان الله العظيم أقسم بالله ما نكذب عليك ربي كيسمع أم كيسمع من الدعوات وحق الله تنقول واش ندعي ولا ما ندعيش. المرة الثالثة أنا كنت باغا تنقول يا ربي يا ربي إلا كنتي غادي تخلي ليا مريض ونبقى غادا بيه في السبيطار غادي لا غديه تسمع من هذيك الدعوة كيديا من الثانية وقعت من الثالثة تسمع مني تنسيني ندعي ديك الدعوة كيمشي صافي. وانا نقول في راسي مالي على حالتي ما بنطلق ما كيصرف ما كيدير والو شنو بغيت بيه يعني والدي اللي كيصرفو والدي هما اللي كيديرو كلشي شنو صافي كلشي ديال الله. كيسخلي دجاج ركعات تجب مني وشي كلقت ما خديت تاريخ كلقت صافي كلقت في 6 شهور وانا صافي غيبت خفت مبتون الوبي تلقى عندي كلاوين شو وليت كان ديك دياليز ديك الحمالة ديال اللي حملت متابعة ولا حمالة مرة حمالة كلها يلي خنقات لي الكلاوي مع السكر حتى هو. صافي بديت كندير الدياليز صافي
وكتاب الله ما عندي ما ندير، كلشي ديال الله عافي. بديت كان صافي تنخرج مع البنات كنضحك معاهم، ما فهمتش ما بقيتش دايره فراسي المرض، رغم انني كنمشي ندير الحفله ديالي 4 سوايع في النهار، نهار ليا نهار لا، عندي 3 ايام في السيمانه كندير الدياليز صافي عادي. كندوز نهاري عادي بحال اي وحده عاديه، حالي ما مريضاش الحمد لله. صافي مشيت شحال قلت لك كنخرج كنضحك كان مع البنات كلشي. كان واحد النهار جا واحد السيد شافني كندير دياليز عجبتو صافي، ديك ما كملش شي سيمانة هكا عجبتو صافي، جا مسكين خطاب ما شاء الله ولد الناس، جا خطبني جا تزوج بيا قال لي بغيت كيما نتيا، قلت لي راه ميتي ديال الدراري شوفو شنو ولد معاك ولا ما ولدش معاك، راه ما كيصدقوش ليا. جا عندو الناس قالوا لي شوف راه محال واش تولد معاك، محال واش هكا ما تهف حتى شي واحد. جا داني ضرب لي الصاق وصافي تزوجنا، دابا حنا راه مزوجين. يلا حملت مكذبش عليك مؤخرا سمعت ماما مريضة، هذا هو المشكل اللي عندي ومانتي. ما نكذبش عليك اخويا بدر، انا مامتي ما مشات ليا بحال هكا، ما بقات عندي دنيا، ما بقات عندي حياه، ما بقى عندي حتى حاجه. مرضت درت 7 شهور هكا سمعتها مريضه، مرضت انا مسنين مرضت صافي، طحت ليهم غيت مشيت درت سيزارنا ولدت وليت هو مات، ما كملش ما صافي ما كملش عليا الله في هاد الوليد هذا. ما عنديش مشكل فراس عتيران عاد تيوصلو ليه كيجيني بحال الاكتئاب، تبقى نقول ناري واحد ما تمشي ليا ماما راه نمشي فيها صافي ماما، ما عرفتش ما عرفتش ندير بنتي شي واحد عاد مكنكش عليك شي قاعد المرض وهادشي اللي عايشة ما تهمني حتى حاجة في هادشي، بنتي شي واحد يطلع ليا المورال كيما أنا أصلا ديما كان عندي المورال تاع راه أنت توصل لما كنسى كلشي. ما عرفتش مريم نعم اسمعي نقولك واحد الحاجة غتجيك فوق تاوا قيلة تسمعيني يا مريم؟ ايوه تسمعيني مزيان؟ سيري الله يفرجها عليك امين الله يفتح لك بيبا الخير ويشافيك امين ويعافيك ويعطيك كل من ويتي في خاطرك وفيه خير ليك، قولي امين امين يا ونتمنى من 1700 واحد كلهم يكتبوا لك شي دعوة، واللي دعا معك بشي دعوة الله يعطيه بالميت، اللي دعا معك بالراحة الله يعطيه الراحة، اللي دعا معك بالفلوس الله يرزقه بالفلوس، اللي دعا معك بشي ضحكة الله يرزقه يكون ديما مبتسم، اللي دعا مع الأم ديالك الله يجعل حتى الأم ديالو تاخذ نفس الدعوة، فلنا ملكين يقول لك وعد ولك بالمثل. اسمعي تسمعيني ياك؟ ياك انسى خاصنا نأمنوا بالقدر خيره وشره باش نكونوا مؤمنين ياك، باش نكونوا مسلمين خاصنا نآمنوا بالقدر خيره وشره. شوف انا وانتي نضروا علينا احنا بعدا واش غادي شحال قدنا ما نعيشوا 60 70 80 نديروا 100 كاع، ولكن راه غنمشيو كلنا غنمشيو وكل واحد متفق معاك هنا ما سمعيني فهمك شي وقع لي اللي وقع، ما عنديش مشكل نهائيا بصحتي، ما عندي مشكل حتى حاجه، اقسم بالله خويا بدر شي عندي لاشين ديال اليوتيوب كاينه فيها كندير فيها ديري فيها كلشي. شنو تديري في القناه؟
شنو كندير فيها؟ كندير فيها لي بران، كندير فيها لي بلوك. انا في ديالي انا هنا صافي تصدع انه ندخلو لعندك وندخلو لعندك. شنو داير؟ ومع اشوف غير ما تكونش فيها شي حاجه البساله، ما فيهاش البساله السيوخ. انا بساله خويا ويلا، انا فيها كندير ديالي بوفليك. صافي، شنو هي القناه ديالك؟ شنو هي القناه؟ القناه ديالي نزهه. نزهه اللي بغى يدخل عند نزهه اي دوز اس اوس نزهه اوس نزهه اوس دخلوا عندها شي جوا او اي دوز اس. الله يسهل عليك. مرحبا، شحال عندك ديال لي زاوري؟ شحال عندك؟ بلاتي نهضروا بعدا شويه، نسوي نسي شويه المشاكل. عاودي لي لاله، شحال عندك ديال لي زاوري؟ ما بغيتش ننسى خويا بعدا ما كنتش. خليني غير فضل وحده، غير فضل وحده. جوج كا عندي جوج كا. هاي 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 هاي، الله يسر لك تنولي عندك 200. يلا عندي ثلاثة فيديوهات باقي ما كنحطش بزاف. الله يسهل عليك تتولي عندك جوج د المليون، قولي امين. امين يا ربي. اه وتنتي شي نهار نقول لك عافاك قول لهم يدخلوا عندي يشاركوا عندي في القناه. ضحكي ضحكي، راه كلنا ليها ضحكي، راه هذه الدنيا غنعيشوا فيها غير مره واحده. ضحكي واخا تكون كيف ما كان، اسمحي لي انا ربي كيعطينا وكيحيد لينا، ولكن اخويا يحس بيا. حاس بيك، حاس بيك. الحمد لله، شوف ان شاء الله الوالده ديالك اصلا ان شاء الله غتكون بخير وعلى خير، ياك تسميني؟ وتفائلوا بالخير تجدوه، تفائلي بالخير، تفائلي بالخير وقولي ان شاء الله المهم تتبقى معايا تشوف ولاد وليداتي، سمعتيني؟ ان شاء الله يا وربي غيفرجها عليك. وتيقول لك غير الدعوه ديال 40 راه مستجاب، وتخيلي دعوه معك 1700 واحد تيدعي معك. شوف ما تقطيش من دراري، لا 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 لا، شوف شوفي 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 اختي 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 نعم اختي، ممكن ما تصدقينيش الولاد، ما نكذبش، ما صافي ما عطينيش الله، صافي ما عطاش. تتسميني؟ قدر اسم الله. لا لا لا، واش تتسمي؟ تتسمي الى ناس كتب عليهم ربي العقم، العقم انهم ما يولدوش، وبالدعاء عارفه بان الدعاء تيغير القدر. واش عام وحده ولدات؟ واش واش انت واش عرفتي شنو قلتي؟ راه امره يكون بين حرف الكاف والنون، كن فيكون. واش تقنطي من رحمه الله؟ هو شوفي الا قنطتي ما لا ديما ربي نطمعوا اختي اختي مع ربي نطمعوا ونطلبوا وربي شنو تيبغي؟ العبد الملحاح الملح على الحاجه. هكا ربي، ربي راه اني اقرب اليكم من حبل الوريد، فين تنساوها؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب، وتجي تقولي لي قنطتي. عرفتي حاجه واحده اللي ما عندهاش الحل يا مريم؟ عرفتي شنو هي؟ هي لخدا ربي روحك، اما كل شيء ممكن. يقول للشيء كن فيكون. غتقنطي؟ واش من نيتك يا مريم تتهضري؟ عمرك تقنطي؟ ما تقنطيش من رحمة ربي. ما قنطتش بالعكس والله، شوف اسمعي 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 هذه الجملة، اسمعي هذه الجملة. انا بالعكس صافي ما صدقتيش وليدات ما صدقتيش. قولي طمعي، قولي غادي يصدق. تفاءلوا بالخير، قولي غادي يصدق. اسمعي، قال لك لو اجتمع اولكم واخركم وماضيكم وحاضركم وانسكم وجنكم واعطيت كل واحد منكم ما يريد ما نفد من خزائني سوى إبرة غمست في بحر. خزائن الناس تنفد وخزائن الله لا تنفد. وتقنطي يا من اسكنوا مرض بامراض ما نعرف شنو، ما عندهمش الحل وبراو. يا من فقير ولا غني، يا ما من مريض وتشافى، يا ما كان هبيل ورجع ليه عقله، يا ما ويا ما ويا ما. متقنطي متقنطي، شوف ما تخليش الشيطان يغلب عليك ويقول لك ان الدنيا خايبه. الدنيا زوينه وعيشيها، وخلقي السعاده من لا شيء، وكوني قويه وممكن تكوني انت ناجحه احسن من مليون الف واحد. فاسمعي الدقه اللي ما تسكتلش هي اللي خاصها تقوينا، الدقه اللي ما تسكتلش تتقوي، ديريها قاعدة. وممكن شوف
ربي تيحيد لنا حاجة ولكن ربي عادل تيعطينا حوايج هما. ربي عادل حيد لك حاجة ولكن راه يقدر يعطيك حوايج هما. ما تقنطيش، وربما مازال ما جا وقتهم، وربما مازال ما جا الوقت. ربي راه ما تيدير لنا الا والحاجة فيها الخير. ما تقنطيش، اسمعي، نبغي من اليوم نشوف واحدة أخرى، نشوف واحد الإنسانة ضاحكة مبتسمة رغم كل شيء، تقول شوف غنعيش الدنيا بالحلاوة ديالها والمرارة ديالها وغنخلق السعادة من لا شيء. هكا تبغي الحياة. شوف غنقول لك واحد الكلمة، الحياة عمرها جات قبل الضعفاء بيننا، وما حدك غتكوني ضعيفة غيتصدم عليك، وما حدك تكوني ضعيفة غتهرسي وغتنكاسري وغتألمي وغتبكي. الحياة تبغي اللي يواجهها توقف معاها وتواجهها وتعداها، واخا يبقى فيك عرق واحد تيضرب غتقولي غنكمل غنكمل. فلا تقل يا ربي عندي هم كثير، بل قل يا هم والهم عندي رب كريم يقول للشيء كن فيكون. ما تقنطيش صافي. نطلب منك واحد الطليبه، تعودي تعيطي لي، تعودي تعيطي لي، ولكن ما بغيتش تعيط لي هاد مريم ديال هاد النهار. ها بغيت تعيط لي واحد مريم اخرى ماشي بحال هادي، نتفاجئ فيها ونقول هاد مريم بغيت ننسى هاد مريم. بغيت تعيط لي وحده تقول لي ضاحكه وفرحانه ومبتسمه وخلقه السعاده من لا شيء. ممكن انك توصليها، ممكن صافي ما شاء الله. شحال واحد دعا معاك؟ راه 1700 صافي. يدعي بيا مع امي. عرفتي راه من الصباح كلشي تيدعي لك مع الوالده ديالك. بسم الله، الله يسهل عليهم، الله يحلي كل واحد امي، الله يرحمها، الله يفرج عليها كل واحد، يحلي لك بدر امي. امين يا رب. امين. امي شي حاجه، ام راه ما عارف ما خويا واخا نعيا ما نوصف لك ما غاديش. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، والجنة تحت أقدام الأمهات. واش غنقول لك؟ أنا غنتسنى الاتصال ديالك. ووعد الحر دين عليه، هذا دين عليك صافي؟ صافي. شكرا لك. شكرا بابا، الله يسهلك. بالعكس، مرحبا مرحبا. أي أي أي، نزيدو ربط الاتصال بشي واحد آخر. سمحوا لي نعيطوا غير للناس اللي كتبوا لي باللي عندهم مشكل. إلا عندك مشكل اكتب لي الخلاصة ديالها دابا. شوف اللي تيحس بانه عنده مشكل يكتب ليها شنو غير العنوان، اشنو طاري ليا باش نطلعوا، لان كاين بزاف ديال الناس عندهم قصص ما شاء الله فريمو يستحقوا انهم يدوزوا. قبل ما انا نستقبل الاتصال سمحي لنا اختي واحد الدقيقه. انت اللي تسمعني صافا، سير الله يفرج عليك، صلي جعلك ديما تكون فرحان، وشوف الحياة تبغيك تواجهها وضحك وخلق السعادة من لا شيء، فالله يفرج عليك. وإلا معنا شي أم هنا يا رب، ثم يا رب يرزقها شي حجة ولا عمرها عم قريب، واللي عنده ميمته الله يخليها ليه تتشوف ولاد وليداته، واللي عنده باه مريض ولا شي حاجة الله يخليه له يا رب ويفتح له باب الخير، واللي عنده ضر من الهم اللي حس براسه مخنوق اللي حس براسه بأن الدنيا دايرة به يا رب يفرج عليك في هذه الليلة هذه يا رب. ما يسالي هذا الليل هذا إلا وأنت الدار حس بشي راحة نفسية مع عند الله. اسمع، من اجتمع مجمعا وذكر فيه اسم الله تحيطهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة والله يذكرنا في من عنده. وشوفوا سبحان الله، جالسين تنسمعوا لبعضياتنا، تنستافدوا من بعضياتنا، تنخويو الهم لبعضياتنا وتنديو الاجر، فين غنلقاو بحال هادشي؟ وشوف ما شاء الله ما كاين حتى كلمه ديال العيب ولا تخسر الهضره. تنمحترمين نفسنا، محترمين والدينا، محترمين عائلاتنا، اش باغين؟ لهذا الله يفرج عليكم وكل واحد. شوف انا بلاشي بلاشي تفكرت واحد الحاجه براتكم، ما تنطلبش منكم انكم تديو معايا، كل واحد يكتب لي شي دعوه من قلبه ياك، واللي عطاني شي دعوه من قلبه الله يعطيه بالمثل بالمثل، الله يعطيك داك الشيء نفس الدعوه اللي عطيتيني بالمثل.
والله يفرج عليكم. اوكي اختي الصوت ديالك راه مبدل، شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ اكرام. اكرام، اكرام بغيتي تعاودي لنا شي حاجه؟ اخويا بطل انا كنشكرك بزاف على هذا اللايف اللي كدير. مرحبا اختي اكرام، شرف ليا. غير كان ممكن تقربي شويه للميكرو باش نسمعك. نعم حالك مزيان؟ لا والو. شوف هضري 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 دابا هضري. اكرام اكرام اكرام. الخو دابا مخير تنسمعك مزيان كاع مزيان. اكرام تفضلي هنا تنسمعك. خويا راه بغيت نعاود القصه ديالتي. مرحبا. انا تزوجت على 18 عام. اها. حملت ولدت بنيه. اها. بقيت عايشه معاه 6 سنين. اها. قاول المشاكل، الخيانه، بزاف ديال الحوايج. اها. ولكن المشكل اللي عندي انا دابا هو انني طلقت. اها. وسمحت لي في بنتي، خليتها لي عندها دابا 5 سنين ونص. سمحتي ببنتك ولا سمحتي ببنتك؟ ما قدرش نخليها معايا. علاش؟ حيت ما عنديش الامكانيات باش نعيش. والديك ما فحالهمش، حنا غير في العربيه والنفقه، ما كاينش مدرسه، ما خديت حتى شي حاجه. وكنت طلبتي النفقه كون خديتي؟ درنا طلاق اتفاقي وصافي. شنو هو؟ درنا غير طلاق اتفاقي وصافي. وعلاش انتي تنازلتي على كلشي؟ وشنو كان معذبك؟ كان قاهرك؟ كان شنو؟ كان عيبة كلشي. متسمعكش؟ من اي حاجة قلتلك، كان كلشي خايب، من الخيانة، من كلشي. يعني ما قدرتش نبقى. وفي النفقة ما خرجتش لي النفقة، خرجت لي غير شي حاجة قليلة. وانا لا. ما قدرتش. صوتك تيتقطع، الصوت ديالك تيتقطع. ولا تمشي تجيب بلاصة فيها الكونيكسيون. الو، نتمنى من كاع الناس اللي تيتفرجوا في اللايف كلشي يبارك على عقله بعفاكم. الو السلام عليكم. اكرام مع الاسف. مع الاسف. اوكي ربطو السيسر شي واحد اخر ما شاء الله. بزاف ديال الناس اللي باغيين يطلعوا. نتمنى من الناس اللي تيتفرجوا في اللايف كلشي يبارك على عقله بعفاكم. كلشي الله يجازيك بالخير. كلشي يبارك على عقله. شنو الناس ديال اللي تيخسروا الهضره والتفاهات؟ هاد اللايف فيه غير الامهات، فيه غير الاباء والناس محترمين وعقول راقيه. كما قلت لكم الا بغيتوا تدخلوا وباغيين تعاونوا بشي حوايج شوف أن قبل ما انني نجاوب على هذا الاتصال هذا او غادي ندوزوه دابا، اسمعني غير في هاد الدقيقه واسمعني بقلبك حتى ما تسمعني بعقلك. كان بامكاني في هاد اللحظه هادي انني ما نهضرش على هاد الموضوع، ولكن والدي ما ربونيش على انني نشوف ناس محتاجين واعطيهم الدار. انا ما عنديش واحد العصا سحريه باش نقدر نعاون كل شيء. انا عندي مجرد ان الصوت ديالهم توصلوا في هذا اللايف، تنحاول ان نقول لهم راه كاينين واحد الناس. انا ما عنديش واحد العصا سحريه نحقق كاع الناس امنياتهم ونعاونوا كاع الناس، ولكن حاجه واحده ممكن نديروها ونديروها كاملين، هي ممكن نتحدوا حنا كاملين 1700 واحد، نتعاونوا ونمشيو نعاونوا دوك الناس. انا راه ما باغي لا نترشح في الانتخابات، انا حتى الجمعيه ما باغيش نديرها، ما باغي حزب، ما باغي والو. وحتى الناس اللي تيكونوا بغيت نوصلهم واحد الحاجه، بغيتكم يخدموا بيديهم. جيب حوايج وفرقهم بيديك، جيب شي حاجه واعطيها بيديك، بلاص ما اننا نمشيو نتلاقاو ونمشيو لي بواط ونمشيو نسهروا ونمشيو نتفلاو ونمشيو للبنات والدراري يتلاقاو ويديروا. انا لا، تنقول لهم اجي نتجمعوا ونثبتوا بان هاد البلاد فيها ولاد الناس، بان كاين بنات الناس، بان انت رباوك والديك مزيان. وهذا هو الاسلام ديال بصح، ماشي اللي تيجي تسوقوا ليه، ماشي هذاك هو الاسلام ديال حق احنا قتاله وحنا ما نسواوش. لا، اجي نبينوا بان حنا تنوقفوا اليهود وتيوقفوا في جنب بعضياتهم.
كاع الديانات يوقفوا في جنب بعضياتهم، تنصلوا حنا وتنعطيو لبعضياتنا بالدار اللي مسلمين وديننا وصانا على هكا. انا ما باغي لا شهره، ما باغي حتى شي حاجه، مجرد باغيك انت دخل عاون دوك الناس. كاين جروب ديال الجاليه، الناس اللي في الجاليه تبارك الله عليهم تيفكروا باش انهم يبنيو بيار، باغين يبنيو جامع، باغين انهم يصاوبوا مشروع لشي عائله فيها اليتامى. الا بغيتوا تدخلوا كاينين الفروع في الرباط، اكادير، مكناس، تيطوان، طنجة، جميع المدن المغربيه. غتدخل غتلقى الناس ديال مدينتك، صيفط لي ميساج في هاد لاباج غيدخلوك للجروب ديال مدينتك سميتو العقول الراقيه. غتدخل وغتهضر معاهم في ابل. هذا ماشي، شوف الا انا درت وانت درت، شوف ممكن ما تعاونش ماديا، الناس اللي تيخليو النوامر ما تخليش نوامركم عافاكم، ممكن ما تعاونش ماديا، ممكن غير تعاونهم غير بيديك، غير بيديك عاونهم، هز معاهم، طوي معاهم الحوايج، سير فرق معاهم بيديك، عاون، اجي نعاونوا بعضياتنا. مثلا دابا ان شاء الله نهار 30 غنمشيو نفرقوا الحوايج في اكادير، في العروبيه ديال الجبال ديال اللي فيهم البروده، في مراكش، في المغرب كامل غنفرقهم نهار 30. الى عندك حوايج دخل باش تفرقهم حتى انت معانا، عندك شي حاجه باغي تعاون، باغي تساهم، باغي تعاود شي عائله، باغي بغينا نبينوا بان هذه البلاد هذه ماشي كما تنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي كلشي ادومات، بغينا نقولوا راه كاينين الرجال، ماشي كاع البنات خيبات، كاينين بنات الناس ونفسهم حاره. لهذا الله يجازيكم بالخير كاع الناس اللي تيتفرجوا، نتمنى انكم تصيفطوا لي ميساج، كتب لي مجرد غير السميه ديال مدينتك وغندخلك ان شاء الله. مساء الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. اختي بعدي شويه، بعدي شويه الميكرو عافاك، بعدي شويه الميكرو. الو، السلام عليكم. مرحبا بك، ممكن تقربي الميكرو شويه؟ لا راه نبدل بعدي غير شويه، على حيدي الكيت اختي اذا كان ممكن. حيدها. انت في الريح شي بلاصه فيها الريح واقيله ياك؟ ممكن تمشي شي بلاصه ما فيهاش الريح لان ما تنسمعوكش مزيان، ما تنسمعوكش مزيان بالريح. الله خويا. نتمنى من كاع الناس اللي تيتفرجوا في هاد اللايف كلشي يبرك على قليب، صيفطوا لي الاخوان ميساج، ميساج هنايا ماشي في لي كومونتير عافاكم، ماشي في لي كومونتير، في ميساج. كاين الجروب دقنيطره، كاين الجروب دمراكش، كاين الجروب دفاس، ولكن صيفطوا لنا ميساج الاخوان، ميساج ماشي في لي كومونتير، كاين الجروب دالرباط. مرحبا بك. لا يخطيك اخويا بطل، شكرا بزاف. شو الاسم المستعار اللي غتعطيه؟ مريم. ما شاء الله كلشي اليوم اللي طلعوا معنا كاملين سميتهم مريم مريم مريم. مرحبا. طحب بك سنا اخويا، الصوت مبدل ياك؟ اه الصوت مبدل. حتى اللايف اللي كتفرجوا فيه كنا بزاف ديال العائلات. نزيد نبدل لك الصوت على الصغر. واحد الدقيقة نزيد نبدل لك. صافي؟ اوكي مريم تفضلي حنا تنسمعوك. حسيت بك تترعي هذيك. تنحس بك تترعي. علاش؟ نتوتر شوية؟ شنو نقول لك؟ شوية. شحال وأنا كنتصل دابا شي عام وأنا كنتصل. عام كاع؟ عام وما كانش كيسد ليا الخط نهائيا، يعني يوميا كان والله العظيم يوميا كنتصل. مرحبا نورتيني، مرحبا. الهلا يخطيك أخويا بدر، الهلا يخطيك، شكرا بزاف. مرحبا، تفضلي أنا تنسمعك. مريم نبدا القصة ديالي. مريم كانت عندي 16 عام، كنت كنقل في المدرسة، أنا كبيرة في دارنا صافي، يعني ما كملتش قرايتي، وصلت الإعدادي حبسوني والديا، بقيت في الدار، يعني ملي ما كنتش في الدار صافي خصها تزوج صافي. كان شافني واحد ولد الناس اللي هو الصديق ديال بابا، شافني يعني هي صدفة صافي، دار عينو فيا. كانت عندي ديك الساعة 15 عام وهو عنده 40 عام. المهم هي هاديك صافي، جا لدارنا هضر مع الوالد الوالدة صافي، وافقوا قالوا لي انتي انك في الدار جالسة ما عندك ما يدير، والله ما تزوجي وديري مستقبل، ديري ولادك يعني مستقبل عندهم هو انك تزوجي.
صافي تزوجت. دوزت هذيك الايام يا صعيبه بزاف. يعني قبل ما نتزوج كان شدني الحراق وكان فيه الوجع. مشيت للطبيب قالوا لي غتفتحي فيك المصرانه، غتفتحي فيك المصرانه زايده. صافي داك الانسان اللي سمعني انني غنفتح ما مسؤول فيا، ما سقص فيا، ما حتى شي حاجه. هادشي تزوجتي به؟ كنا مدايرين العقد ولكن مازال ما مشيتش عنده. صافي درت فتحت وليت مزيانه. بقى كيقول الوالد ديالي انا ما يمكنش انا نخدم بنتك وهي فاتحه مدايره العمليه. صافي والدي بقاو كيخاصمو عليا عايلو فيه داكشي. صافي تزوج بيا، مشيت عندو، بدات المعاناه ديالي وبدات كيف ما شنقول لك، يعني كيف ما كنقول الانتقام ديالو ليا. في الشهر الاول كنت مزيانه معاه، يعني كانت الامور مزيانه. صافي الشهر الثاني يعني انسان كنكتشفو يعني انه اول حاجه ما كانش باغي معايا الولاد نهائيا. علاش؟ يعني كان كيقول يعني في اي لحظه نقدر نصير دلدار وما نولدش معاها. صافي بقيت بحال هكاك صابره معاه. كنشوفو كيهضر في التليفون قدامي ما نقدرش نهضر، كنهضر كيسبني كيعايرني وانا صابره على شي حوايج انهم كانوا في دارنا دي ما نقدرش نرجع لدارنا. انا الكبيره وعندي خوتي صغر مني، ولا رجعت يقولوا بنت فلان طلقات خوتها تاهم اتا، يعني هي طلقات حتى لا تزوجنا وخدينا شي وحده منهم تاهم غيطلقوا يمشيو بحالها. بقيت صابره. صافي عيط صابره شويه. الام ديالو يعني الشقه ديال الدار كامل عليا كتقول لي بنتي ما دير معايا ما دير معاك والو. شويه ولات كتضربني باش ما كان كتشير عليا. واحد المره شيرت عليا بكاس ديال الزاز لوجهي قالت لي غنخسر لك وجهك. يعني انا عرضت يدي باش ما يجينيش الكاس في وجهي. صافي داك الانسان خيانه ما كيجيش بعض المره يومين ثلاث ايام يجي للدار ميسول كنهضر معاك يقول لي حاجك الخناز مكعيطيش بس بنيسي نهائيا. صافي مدينا بحال خدامة ديال الدار. صافي الأم ديالو كتسر من جهة يعني ملي كبغيش نشري شي حاجة كيقول لي ممنوع حتى تمشي لداركم وهم يشريوها لك. يعني بلا دارنا تاهم عندهم مسؤولية وكاينة خوتي وكاينة بزاف ديال الحوايج. صافي كنضطر أنا اللي كنجي لدارنا كيكسيوني دارنا ونمشي. يعني داك الإنسان اللي مزوجة بيه يعني ما معتبرنيش. في الاخير واحد الزهره ديال تمايا كنعرفها جات عندي صدفه قالت لي اش غنقول لك ما كتبش عليك راجلك راني شفتو بعينيا راه كيمشي عند مرت فلان لان هذيك السيده مزوجه وعندها ولد. كيفاش يمشي عند مرت فلان؟ ما فهمتش. يعني كانت بيناتهم كان كي يعني كيحرفها ويمكن كان كيبغيها وهي عاوتاني كذلك. كيمشي عند السيدة المزوجة لدارها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هي يعني كانت بيناتهم علاقة. يعني راجلها عسكري، راجلها عسكري وديك الجارة يعني قالت لي انتي صابرة علاش تصبري. داك الانسان يوميا كنشوفو كيدخل عند فلانة بولدها. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقيت وانا ممنوع عليا التليفون دارنا ما نهضرش معاهم نهائيا. يعني كتحرف عليا عكوزه كتقولي ماشي دائما انت غتهضري مع داركم، ديك مرة في الشهر غتهضري معاهم. صافي قلت كنت صافي هي هاديك هاديك الزهرة اللي حدانا غطلبتها قلت لها غي صوريهم ليا، صوريه لي ملي كنت داخل ولا سجلي لي فيديو باش يكون عندي الدليل علاش نهضر على الحق. صورتو سيد داخل عند المرا بولدها مزوجة وراجل عسكري مخليها في دارها وهي يدخل عندها في أي وقت. بعض المرة ما كيجي يومين ثلاث أيام عند كيجي للدار.
كنقولو فيك انت كيقولي ماشي شغلك انت داخلي فيا، انت ماشي شغلك انت جالسه في الدار خليك في الدار. صافي بقيت بحال هكاك صبره صبره. واحد المره الام ديالو ضربتني راسي صافي فقدت الوعي. اش ضربتك؟ على الشقه ديال الدار. كنت هذيك النهار عيانه وما قدتش نوض، نوض معطله صافي. سبت عليا يعني كان خصها غير سبه، مع الضرب اللي عطابني في راسي مع فقدت الوعي. نويت على راسي تلقيت راسي في السبيطار صافي. والديا ما عارفين والو، بناتي كامل صافي. رجعت ديك السيدة جات عندي عاودت ليها، جابت لي ديك الفيديو في الكات ميموار، قالت لي ما نعرف ما عندك التليفون داكشي صافي. بقيت خصني السبب باش نجي لدارنا. جيت لدارنا جلست لمدة شهر، جا هو عندي باش يرجعني. ديك الساعة باش نعاود لوالديا كلشي، ملي كضربني الضربة كتسقط الضربة على الضربة صافي. والديا ملي شافو حالتي هكاك وشافوني الوالد ديالي قال لي ممنوع ترجعي عند داك السيد صافي. بقى كيجي دائما كيبغي يرجعني وداكشي، ملي كيجي رجعني كيقول لي عرض حياتك جاحين عمر النهار البيض غتشوف فاش يبغي يجي في حياتك فاش يجي يردك. المشكلة فاش كيجي رجعني ميكافون غير انا وياه كيقول هاد الهضرة، والديا ما كتيقونيش يقولوا لي هاد السيد مزيان، هاد السيد مزيان، شنو باغا اكثر من هادشي صافي. الوليد ديالي كيف ما كان الوليد ديالي يعني كيحن عليا. صافي درت طلاق شقاق، طلقت انا وياه. هو في الاول رفع عليا الدعوه ديال الطلاق ولا تنازل قبل ما نرفع عليا الدعوه صافي. مني تنازل وليت انا درت الدعوه ديال الطلاق طلاق شقاق صافي. خليت كل شيء، بقيت كنقول له خصني غنطلق منه. مني طلقت منه بقى كيجي لهنا وكيشوف السمعه ديالي وبنت فلانه شنو فيها، ولا انا لقيتها كتخوني تهمني بالخيانة وأنا عمري درت شي حاجة. شوفني قدام عائلتي قدام كلشي صافي. بقيت في الدار جالسة في دارنا، عاوتاني تبدا المعاناة ديالي كتر وكتر. طلقت كل واحد باش اللي كيقول ليا، كل واحد باش كيعيط لي، خوتي ما كيحترمونيش. علاش انت غير مطلقة؟ انت غير كل واحد فين كيقول لي الوالدة ديالي النهار اللي طلقت ما بقاتش كتعاملني كأنني بنتها، يعني بحال شي وحدة غريبة عليها. ما كتعبرنيش واش انا كاين ولا ما كايناش، لاني بحال شي غدا من الدار صافي كتخرج هي وخوتي تمشي في ما بغات. انتي جلستي في الدار ما تخرجيش، انتي درتي لنا الدل، انتي درتي لنا، انتي فعلتي صافي. بقيت بحال هكاك حتى الخدمة ما خلاونيش نخدم، يعني ممنوع تخرجي من الدار، لدرجة انني ما كنصيب منشري. يعني خوتي كيتكسو قدامي كتشري لهم الحاجة المزيانة وأنا غير كنشوف كنلبس غير الشياطة ديالو. حوجة واحد الإنسان اللي هو عنده 50 عام صافي هو يزوجوني ليه. واحد آخر هذا الأول شحال كان في عمره؟ الأول كان عنده 40 عام وأنا عندي 15 عام. وهذا شحال دابا تكون في عمرك؟ كانت في عمرك؟ لا في عمري ديك الساعة 22. إيه واخا كملي. بغاو يزوجوني ليه، قلت لهم أنا يعني تزوجت وزوجت صافي، يعني ما مكتبيش له. أنا خصني إنزل لين لي يفهمني ونفهمو لي نبغي أنا ويبغيني هو، ماشي نتزوج بإنسان مكنعرفوش كبير عليا صافي. الوالدة ديالي درات عليا بالدار
ما بغيتوش. كيفاش درتي شريك والديني صافي قلت لك باش قلت لي سعد الفطر ما تكونش جرات عليك بالصح هي قالت لك لا جرات جرات عليا كيفاش جرات عليك بحال شي حاجه صغيره ما تاع كاع ما عندها لا واش يعني كنت حوايج اخرى جات كل سنقه خصوصا سنقه بدي حوايج اخرى سنقه الوالدين ما كانش صافي هذيك الساعه مشيت عند جداتي بقيت كنسبعها صافي جابو داد الشعر هو يجي الوالد ديالي صافي ولا رجع لي للدار قال هادي بنتي وانا ما نخليهاش وما نسمحش فيها نهائيا وانا ما غنزوجهاش حتى تبغي هاد الزوج صافي جات لي انا بقات كتنتقم مني صور واحد المرة طلعت لي السطح بت فيه في البرد في الشتا واش هادي امك ولا عرفتي بلاتي دابا بلاتي واش امك هادي بابا بعد المرة كنقول يمكن غير مربي علي يمكن غير ولكن هادي الأم ديالي الولد ديالي تاهي ليلى صافي ملي سكتت هكاك هزيت حوايجي وهربت من الدار حلست من الضربة مزيت خدمت في الديار اول ما غنخرج من الدار ما عرفوكش فين فينك ما عرفونيش فين تصور مشيت لواحد المدينه اللي من نفس السميه ديالي يعني علاش مشيت لواحد المدينه لا مين مشيت لواحد المدينه قيس قصه في الزنقه ما كنعرفش شي واحد في ديك المدينه اول ما غنخرج من الدار واحد الزرطاوية ديك اللي سقيا واحد المرا وانا شفت ديك المرا يعني من هذه اللي غت انا هذه اللي نهضر معها ونعاود ليها قلت لها قالت لي انت باين عليك ماشي بنادم قلت لها شنو كاين شنو كاين قالت لي دابا غتمشي معايا مشيت معاها لدارها جلست معاها مرا اللي عمر لها الدار صافي جلست معاها وكنخرج نقلب على الخدمة لقيت خدمة في واحد الدار مشيت لواحد الدار هديك الدار اللي مشيت ليها يعني مولات عندها الولاد وهادي ما قديتش على الولاد والدار وما تنعسيش نهائيا تنعسي حتى جوج ثلاثة وتفيقي مع ستة الصباح صافي دوزت عندنا سيمانة وانا نخرج عاود مشيت عند واحد المرا اللي هي مزيانة ولكن ما كاين معها راجلها لا بوحديتها متلقى من راجلها ولا داعيش مع راجلها جالسة معاها كل نهار كتجيب شكل كل نهار كتجيب نوع للرجال فهمتك صافي بقيت جالسة معاها وخايفة كنترعد كندخل البيت ونسد عليا وهكا كنقول غير فرع عليا الباب ويدخل كنطلع السرجن حط حوايجي في السرجن باش كنقول الا جا شي واحد نقز من السرجن ونهرب واحد النهار كان جا واحد جوج رجال يعني حطي لي ميسا تسخرش عليهم واحد يعني هي ما واعياش على راسها فين وعاود كان معاها واحد انسان اخر كيفاش ما بلاش ما فهمتش جابت كل دابا كل مره تجيب راجل صافي كنسخر عليا يعني ديك العشاء وداك الشيء اللي خاصها صافي كندخل البيت ونسد عليا صافي ما واعياش على راسها وكان واحد جوج رجال يعني واحد ولد الناس اللي عمر لي الدار واحد اخر هو يقول لي علاش انتي سدت عليك في البيت اجي كتسي حتى انا اجي تدوقي معانا اجي تكمشي معانا قلت لي شنو واش انا بنت الدابة ديال الشيشة يعني انا يلا غادي البيت وتبعني البيت جدي كان بحال كان باغي يقتل لي يجي فلي صافي الخرج ما معايا على راسو شنو كان سكران كان سكران صافي بقيت كنغوت
كان هو يزيدك اللي كان معاها، هو كان كوميسير جا يعني سبو ضربو جرى عليه خرجو بالخربة يعني كان خدام معاه. هي هاداك الراجل الله مشى خير وكان مود الناس صافي. بقيت معاه لمدة 15 يوم مخرجش من عنده، بقيت كنبعت غير في الزنقة. تبعتي في الزنقة؟ أمي مرة قدام قهوة، مرة قدام حانوت، كل مرة وكيفاش. شحال بابا كيقلب سيد معانا صافي. الوالد كيقلب عليا، هي بيقلب عليا، كيسول عليا ما كنجاوبش، حتى بقيت عاود كنقلب. بقيت كنقلب صافي، ولا تلقى واحد الخدمة لي واحد المرة الله يعمر ليها الدار، واحد الحاجة صافي. بقيت معاها لمدة شهر صافي، يعني إنسان حتى هي كتصلي كتعرف بينا وبين الله. يعني ديك السنة اللي دوزتها في الزنقة كلها معاناة، الحمد لله كان ربي حفظني الحمد لله صافي. هذيك المرة اللي كنت جالسة عندها أنا عيطت لوالديا، اللي لقاتني في الأول في الزنقة، عيطت لوالديا. ديك السيمة اللي من مشيت عندها بسبب حد كان مشيت أنا عندها، مشيت عندها أنا ناعسة حتى وقف عليا والدي. ما كنتش في راسك؟ لا والو، حتى 12 الليل وحدة الليل وقفوا عليا هذيك الساعة صافي. عاود جابوني للدار، عاودوني نفس المعاناة نفس المشاكل نفس العذاب. هدي الآن أنا مازال كنسى مازال مازال في طرن دابا ملي رجعت كنسى في طرن. وماماك كيف ولات معاك؟ بقى كيف ما هي. علاش تيخليها؟ شنو في نظرك اللي تيخليها دير هكا؟ عرفت يعني اصلا ملي كنت صغيره كنت هزا مسؤوليه كامله على خوتي كاملين، واش شي عروبيه ماشي ربيتهم ربيتهم كبرتهم. الدور تقول لي لالياتك مازال بولادهم وفي ديورهم، انت جالسه ضايره عندي دايما. شحال من مرة فكرت من الانتحار، غير البارح شريت كي هاد الفار كنقولو الله ما نصربها ونتهنى ونرتاح ونبقى في هاد العذاب اللي انا فيه. قبل ما نجاوبك نوقفوا بعد على هاد النقطة هادي، وبزاف الناس ربما انا كاين بزاف الناس خاصهم يسمعوا هاد الهضرة. قلتي واحد الكلمة هادي، عرفتي شنو قلتي في هاد اللحظة؟ قلتي غادي نشرب واحد الكينة ونرتاح، ياك؟ نستهوين من جهنم، ونقول جهنم يعني امتلأت وتقولها من مزيد. دابا تيجيب لك الله بأن لو انتحرتي غتلقي الراحة غترتاحي، تيصحابك بأنك إلى متي غترتاحي انتحرتي. بالعكس ربي كاع ما تيشوف فيك يوم القيامة. سمعنا نعاود لك واحد القصة، ونعاود لك ربما تاع على نفسي انا، بلاص ما نعاود لك على شي واحد نعاود لك على نفسي. الدنيا هادي ما كاينش اللي ما دازش ماشي مشاكل وظروف صعيبه، ويلا شتو شي واحد ناجح في حياته، ويلا شتو شي واحد تيفكر في المستقبل عارف راه تيتحارب لانه تألم في الماضي. انا
زمان تي انا كنت واحد الانسان اللي فاقد الامل في هذه الحياه وتيقول عمر الشمس غتعاود تشرق، عمر ليا ما تكون زوينه، وما كانت زوينه في ديك الفتره فاش كنت نقول هذه الهضره. تنقول ما بقاش حياه، ما بقى والو، فقدت الامل وفقدت كل شيء. ولكن نسيت القاعده، نسيت القاعده بان حنا الدنيا دي اصلا انا فيها في اختبار وغنعيشها مره واحده، علاش غنضيعها؟ علاش غنضيع الابتسامه ديالي على ود شي واحد؟ فقلت واحد ما يستحق انني نضيع الابتسامه ديالي على وده، وقلت ليه بغى يطرطق خاصو يطرطق هو، وقلت احسن انتقام نقدر نديره لشي واحد ماشي هو نضره، ماشي هو نبكيه، وماشي هو نألمه، احسن انتقام هو تنجح. احسن حاجه تقدر تدير في حياتك نجح. قلب على راسك، انت ماشي مكلخ، انت ماشي غبي، انت ماشي مكلخه. ربي ما خلقناش اغبياء، مجرد خاصك تقلب على راسك، بلاص ما تقلب على الناس، بلاص ما تقلب على الحب، بلاص ما تقلب على قال ليا وهضروا فيا وضروني. قلب على راسك، قلب على نفسك، قلب على الحاجة اللي تكون ناجح فيها. أما الحياة هي هذه، ما غتلقاهاش بالسهل، هذه هي الدنيا. غطيع غيز طمو عليك، غضعاف غيز طمو عليك، غتألم وتقول لهم راني مقصح، عاد غير يزيدوا يبركوا عليك. تعلم ما تحتاج لتا واحد من غير الله، تعلمها، حيت راك ما عمرك غتلقى شي واحد في جنبك راه ممكن يوقفوا معاك النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، النهار الرابع، النهار الخامس وغيملوا. ولكن عمر واحد الباب غيتسد في وجهك، عمر باب يتسد في وجهك، ديرها حلقه في ودنيك، غيتسدوا في كاع البيبان ديال الدنيا، غيتسدوا لك في وجهك. ولكن واحد الباب عمره ما يتسد في وجهك، فوق ما تضيق بيك فقل راه عندك رب رحيم الرحمن. قنطتي، قنطتي هو الرحمن، تتمشي عنده تيقول لك انا مع الدنيا ومخنوق وحاس بالدنيا والالم. عمرك مشيتي عنده وقلتي لي اسمح لي؟ عمرك مشيتي عنده وهضرتي معاه بقلبك يا رب يا رب يا رب سهل عليا، يا ربي ما عنديش من غيرك وما محتاج لتا شي واحد، بغيتك غير انت اللي تعاوني. عمرك هضرتي معاه بقلبك وحسيتي بانه تيسمعك؟ عمرك؟ لا. فنسوا الله فانساهم انفسهم. بيسوا كيفاش غتكون مرتاح؟ كيفاش بغيتي تكون راسك مرتاح وفرحان؟ والقاعده فلا بذكر الله تطمئن القلوب. ما رضاوش، ما راضيش ياك؟ ما رضاوش علاش يا ربي؟ ياك؟ علاش يا ربي وانا من دون الناس؟ وانا 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 انا ربي؟ اسمع، وعزتي وجلالي إذ لم ترضى بما قسمته لك لسلطت عليك الدنيا. شوف والله ما ترضى باللي قسمت لك، حلب العزة دياله والجلالة دياله. إذ لم ترضى بما قسمته لك لسلطت عليك الدنيا، تركض فيها ركض الوحش في البرية ولا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. وعزتي وجلالي، الله تحرب العزة دياله والجلال دياله. إذ رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. يا بني آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهم أيعين رغيف عيش نسوقه لك. ربي ما غيعيش لو عطانا كل شيء، كل واحد ما تمنى بحال اللي عطانا، بحال شي ابره رميتيها في بحر ما عمرو تيتسالي. فاطلب الله، حيت بنادم غيعطيك اليوم وغيبدا يدلك. شي درهم تخدم عند شي واحد، عارف حتى الشوفه اللي تيشوف فيك، تيشوف فيك بانه عاقك، فالله تيعطيك بدون حساب. ما تقنطش من رحمه الله، ممكن غتزير عليك دابا ولكن ممكن تعلمك درس، ربما ما مشي وقته، ربما بغيك تكون قوي، ربما 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 ربما
بزاف ديال الحوايج فاش الله يعلم ما لا نعلم. الله تيعلم من داكشي اللي ما عالمينوش حنا. واش ربي غيدير لك شي حاجه؟ واش ربي غيخيب عبد عنده كل الثقه بانه غيفرج همه، بانه غيفرج همك؟ واش منيتك تقنط؟ اسمع، واحد القصه، هذا اغنى من اغنياء في الولايات المتحده الامريكيه، من اغنى الاغنياء. اسمع على القصه هذه، الناس اللي تفكروا في الانتحار، اسمع اسمع، لعله لعل هاد الكلمات هاد البسيطه ربما تغير فيك بزاف د الحوايج اللي قانط. هذا واحد الانسان بسبب حب، حب حب انسان بسبب حب ما بقاش يمشي للخدمه، جراو عليه من الخدمه، جا الكرا جاك، حتى ولا تيسكر يشرب ما تيسحاش على وديك الانسان اللي حب. شنو قال؟ فانا ما بقات عندي حياه، انا ما عندي حياه وما عندي والو، انا سكيري ودن المجتمع والعالم تيشوف فيا بلانني واحد الشمكار، وما بقاش ولا كاره نفسه وكاره الحياه، كاره نفسه وكاره الحياه. اسمع على قصه اللي قانطين، ربما ربي مخبي عليكم بزاف ديال الحوايج القدام، ولكن الشيطان تيستعجلك، التفكير ديال الشيطان. سمعوا سمعوا لي اللي قانطين من رحمه الله، شنو نضار؟ شنو نضار؟ شرب الدوايات ديال باش يموت. عتقوه عتقوه. شنو قال؟ قال ربما هاد العتق اللي ما ماتش ربما كاين فيها شي حاجه. قال واخا غنعاود نبدا صفحه جديده في حياتي، غادي نولي واحد الانسان واحد اخر، وما نبقاش مدمن، وغادي نحاول نمشي نخدم، نمشي نقلب على خدمه ولا تيجمع بدرهم 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 بدرهم، موراها مشى لكندا، موراها مشى صعب ولا مقاول، حتى ولا من اغنى الاغنياء. واحد شنو كان فين؟ كان غير سكيري، كان متشرد تيبات في الزنقه، حتى ولا من اغنى الاغنياء، حتى ولا من اغنى الاغنياء. فتخيل معايا، كون مات في ديك اللحظه ما كانش غيشوف الغنى، ربي مكتب لك انك تكون غني من القدام. ممكن تكون ربي مخبي عليك شحال حاجه زوينه قدام وانت سبقتي. علاش 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 تقنط من رحمه الله وصحابك جهنم تنسعونه من جهنم؟ ها غير الموت، الموت راحه، انتحر ياك الى عذاب الدنيا. شوف غير النفس كيف وصلتي لهادي، غير نفسي العذاب النفسي كيف باش حاس، كرهتي الدنيا وجهنم كي غنقولوا لا، من اكثر احمرارها سودت، من كثرت ما هي حمراء ولات كحلة. ونقولها لجهنم هل امتلأتي وتقول اميزي، تقول تقول له واش عمرتي، تقول لك زيد، واش كاين شي زياده؟ ما تتشبعش ما تتشبعش، فوق ما دابت لك الجلد ديالك يعوضك جلد اخرى. تسولوني الى الالم ديال الدنيا ديال هكا، هاد الصحاب كتكون مرتاح؟ والله ما تكون مرتاح، ولكن ممكن بزاف ديال الحوايج يتغيروا، ممكن تخلق السعاده لنفسك، ممكن اخطائك ما تسبيهمش في ناس اخرين، ويقولوا اوكي غنبدا صفحه جديده وغنحاول ننجح ونحاول ندير ونحاول نوصل ونحاول نكافح وغادي نجاهد. هذه هي الحياه، تتبغيك تكافح، تتبغيك تواجهها ماشي تطيح، حيت الا طحتي غتصطم عليك. سمعتيني مريم؟ مريم هذه هي الحياه. اما باش تقولي تنتحري عمرو كان حل، بالعكس احسن حاجه اللي تقدر ديريها تواجه، واجه واجه الصعوبات ديالك، حاولي تكوني قويه. الناس فاش تنتظر منك تطيح طلع ضحك، الناس فاش تنتظرك تبكي وقف وقف، قول لهم عمركم تشوفوا دموعي. حتى انت واخا والديك واخا امك غتبقى امك، ما غنقولكش لا امك خايبه، ربما هكاك رباها والديها، حتى هي الا سولتيها تقولها امك، امك سيغ ان ما حتى هي كانت تعاملها بالمثل ما كانت قاصحه معاها، كاين ولا ما كايناش ولا باها وي الاب ديالها ياك، كانت ما قاصحه شي امك محتاجه الحنان اللي كثر ما محتاجه انت، شي داك اللي تيفرغ الغضب ديالو تيبان لك ثور هايج
سولهم على ماضيهم، سولهم شحال قاصة وشحال تألموا، حنا تنحكموا على الواحد. ولكن سيري عندها واعطيها الحنان انت وشوف كتهابل معاك. ما تقوليش لا امي وحشومة وعيب، هذيك امك قربي منها انت مليون خطوة، وجربي هاد الحل وهاد الحل وهاد الحل وهاد الحل وهاد الحل، لأن كل شي عنده حل إلا الموت اللي ما عندها حل. سمعتيني؟ وغتبقى أمك، ما جاش ربي وقال لك راه غنجنة تحت رجلها. أمك كيما كانت مهما كانت غتبقى أمك. إلا بغيتي الجنة راه هاديك أمك، واخا دير لك اللي دارت. اتفقنا؟ توعديني تانت اليوم نعود نشوفو مريم أخرى في شي اتصال آخر؟ كان وعد إن شاء الله. وعد؟ وعد. وعد الحر دين علي. واحد دين عليك كيتسال كريدة صافي؟ إن شاء الله. شكرا بزاف خويا بدر على البرنامج، والله حسيت براسي بحال عند ارتحيت من خويش هاداك الشيء في قلبي. شرف لي، شرف لي. مهلي خدك. شكرا بزاف، وشكرا لأي واحد والناس اللي في تعاليق، ودائما دائما كنتبعك نقطة بنقطة، ما كنفلت حتى شي لايف. بقات دخلوا حتى اليوتيوب، راه شي مرة تندير فيه اللايف مشاركة في القناة. بقات دخلوا حتى اليوتيوب. لا ما مشاركاش في القناة اليوتيوب. اوكي شكرا ليك، شكرا على الاتصال. دابا ندخل ان شاء الله. مهلي خدك. شكرا بزاف. شكرا. مهلي خدك خويا. نتمنى من كاع الناس اللي تيتفرجوا في هذا اللايف باش نزيدوا اخر قصه، ياك الا نزيدوا اخر قصه كلشي يبارك على قليب قليب قليب. الله يجازيكم بالخير، كلشي يبارك على قليب، كلشي كلشي كلشي، اي واحد داخل معنا يبارك على قليب. نحاولوا نستقبلوا الاتصالات اللي غادي يعيطوا للوالا 0602 07 28 عبر الواتساب 1901، كلشي يبارك على قليب. كذلك ما تنساوش انكم تدخلوا على القناه ديالي على اليوتيوب، ودخلوا وبقات تبركوا على لي فيديو، ودخلوا خصوصا نسمع واحد القصه الاخرى فريمون، القصة ديال يسرى مهمة بزاف بصراحة. دخلوا سمعوا القصة ديال يسرى، راه ممكنة في القناة ديالها على اليوتيوب، فيها بزاف ديال الحوايج خاصهم يتسمعوا بصراحة. اش نقول لكم؟ دخلوا شاركوا فيها، راه تما بقيت تحطوا لي فيديو. نستقبلوا الاتصال ديالكم عبر الرقم 0602 07 28. مساء الخير. مساء الخير. ممكن تحبسي اللايف؟ واخا. اوكي قبل ما ننسول كاين بزاف ديال الناس. اوه شحال زوين، شو على الثقافه عندنا ما شاء الله. عافاك اختي حبسي اللايف، قطعي اللايف، حاولي تقطعي اللايف. السلام عليكم. بخير الحمد لله. سمح لي واحد دقيقه، كاين واحد الاخت سميتها ليلى قالت لي عافاك والناس يدعيو معايا. تحيه ليلى من بلجيكا، الله يفرج عليك اختي ويفتح لك بيبان الخير. شكرا ليك. تحيه للوالد ديالي، تحيه ليك الاب ديالي والوالده ديالي راه تيتفرجوا دابا حاليا. شكرا لكم، يا ربي يعطيكم الجنه ويخليني لكم. تحيه للوالدين ديالي بطبيعه الحال، شكرا لهم لان المسانده ديالهم والتشجيعات ديالهم. واش نقول لكم؟ شكرا للعقول الراقيه. انتم ما تنساوش انكم تصيفطوا لنا ميساج باش تدخلوا معنا. مرحبا بك. اول شيء شنو الاسم المستعار اللي غتعطيني؟ انا ما بغيتش نعاود قصه، مي بغيت غير نشكرك اول مره غنتصل وغيشد لي الاتصال. مرحبا. نخلي صوتك يعني انا محظوظ نبدلو. ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل. مرحبا مرحبا. شرف لي. نشكرك بزاف بزاف بزاف. البرنامج حنت فريمون بدل فيا بزاف ديال الحوايج. بدل فيك بزاف الحوايج. بدل فيك بحالاش؟ وي وي الشخصية ديالي بعد. عارفيني براسك، عارفيني براسك. وليت شنو السمية؟ واخا أميمة. منين أميمة؟ سميتي أميمة. منين؟ أنا من جديدة، عندي 19 عام. ما شاء الله. مرحبا بك أميمة من جديدة، شنو هما الحوايج اللي تبدلوا في حياتك؟ الله يحفظك. الشخصية ديالي وليت أنا عاد الآخر. معلومة، ولكن ماشي لدرجة ديال التكبر. ماشي لدرجة ديال التكبر. لا كاين فرق كبير. لا كاين فرق. انا فاش نقولها انا يعني ما نقدرش، ما نقارش نفسي، ما نظلمش نفسي، ما نحقرش نفسي من هذيك الناحيه. وي من هذيك الناحيه. وي من هذيك الناحيه. الله يحفظك. فريمون والله عرفتي نتصل وشد لي الاتصال من اول مره. يا سلام. من اول اتصال. من اول اتصال. لا حاولت شد ديال المره. شفنا ديال المره هاد في المنطقه شتي. بغينا
الشرف ليا فريمون. كنشكرك سي الله يعطيك الجنه ويفتح لك باب الخير وينور لك الطريق. امين يا ربي حبيب. امين وينور لك طريقك ويعطيك كل ما نويتي في حياتك. بغيت نقول كاع البنات اللي في لاج ديالي امين. احسن حاجه غيتوقع لي اليوم و نبغي بعدا كل شيء يديه معايا بقى لي والو ليكزام. كنتمنى ان شاء الله نفاليدي بشق زوينه. وكنبغي نقول البنات انا هاد البنات اللي في لاج ديالي كنبغي نقول لهم خل عيشوا كل مرحله حسوا بالطعم ديال كل مرحله بلا ما نبقاو نخلقوا الكآبه نحرقوا لي زيطاب نخلقوا الكآبه بلا ما نبقاو برافو قرايتنا قرايتنا ملي غيتوصل واحد الحاجه غيتوصل بلا ما نبقاو بنت 13 عام ومعمره راسها بشي حاجه اللي ما كايناش. لا خلي كل حاجه بحلاوتها كل حاجه غيجي وقتها. ولات على 10 سنين ولات دابا ما نعرف خليو كل حاجه تجي بحلاوتها. هاد لاج زوين فيه القراية زوينة فيه بقين مع والدينا فيه بزاف ديال الحوايج اليوم الزوين. برافو والله ما غيلقاوهم من بعد. برافو عيشوا كل مرحلة كيما قال أحسن نصيحة. أحسن نصيحة كل مرحلة بمرحلتها بلا ما نبقاو نحرقوا لي زيطاب. الدنيا زوينة والله حتى زوينة فيها شي حوايج اللي كيقهرونا فيها شي حوايج اللي بعض المرات كيدوزو عندنا شي ايام اللي ولكن عادي ايام اللي كاملين كنكتئبو فيهم ما عارفينش علاش غير كنكتئبو صافي حاجه عادي هذيك. ما باش كتشوف مشاكل انا اقسم بالله كنبغي ننصحهم اي واحد يشوف راسو مكتئب يدخل ويتصنت القصص ديال الناس يدخل ويشوف المشاكل ديال الناس ويوقف مع المرايا ويقول اشنو انا قدامه. كنشوفو بزاف ديال الحالات اللي بنت 19 عام مسكينه كتقدر عادلاش تعرضو ما عرفتش بزاف ديال الانواع اللي مغتصبه اللي بزاف 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 بزاف. دونك حنا راه الحمد لله قدام بزاف ديال الحالات اللي شفناهم تبارك الله. هاد اللايف هذا كاين واحد الام واحد المره كانت الامهات هما تيفرضوا على ولادهم انهم يتفرجوا في هاد اللايف هذا ماشي لان باش يتصنتوا المشاكل انما باش ياخذوا العبره من بزاف ديال القصص. العبره بنتي ماشي اللي كاع اللي تيلمع راه ذهب هكا هكا تيشرح الوليدات تحيد ديك الامهات اللي متفاهمين مع وليداتهم. وي تكملي تفضلي. الو قلت لك خلينا نشوفوا كنسمعك. لا كملي تسمعك تسمعك خلينا نشوفوا هذاك لابارتي العامره ماشي الفارغه حيت لقينا نشوفوا في الفارغه صعيبه شويه ما غاديش نزيدوا القدام. 19 انا بقى عندي 19 عام كنقول ان شاء الله عندي امل كبير في الحياه. تبدلت شخصيتي كنت قبل واحد الدريه اللي منغلقه واحد الدريه اللي باغا غير تبكي علاش كتبكي ما عرفتش علاش كنبكي غير كنبكي صافي. هذا ماشي حل هذا ماشي حل. طحت في دي كوتي ديال اللي تعصبت فيهم اللي خرجت على راس. انا دابا كنقول ما كانش خصني اني من 19 عام ولتحت ما كانش خصني نشكك ما كانش خصني اي حاجه تعصبني ما كانش خصني دونك خلينا ملي يسمح لي راه استخف الله يفرجها عليك وميرسي ليك. كنقول لكاع عافاكم خلينا نعيشوا كل ايطاب بوحده ونعرفوا حلاوته بلا ما نبقاو نقصوا المراحل. سمعوا على البعلوكات اللي قاسات تطلع معايا راه تنبغي هذا وتبدي سمعوا البعلوكات ها الهضره ديال المعقول سمعوا الهضره اللي تبكيك انا من تونس نحب نحكي القصه ديالي. ساره شكرا لك مرحبا الناس ديال تونس الا بغيتي تصوني عليا دابا نطلعك صيفطي لي النيجاتيف ديالك بلا ما ناخذ الوقت اللي الناس اللي بغينا نحكيو. شكرا لك شكرا لك شرف ما ناخذش الناس اللي بغيك تحيه لك بزاف. الله يفرج عليكم كاملين والله يلاقينا في شي ساعه ان شاء الله. حاجه وحده اقسم بالله العلي اقسم بالله العلي العظيم للامنيه ديالي نولي فائده جمعويه وان شاء الله غدا نكبر وغدا نحقق وغنتلاقى بك وغنقول لك حققت الحلم ديالي. هذا وعد ان شاء الله وعد الحري هذا وعد الحري دين علي هذا وعد هذا دين علي دين علي صافي دين علي غادي نحط انا صافي سيغ سيغ والله حتى غنتلاقى معاك وغنقول لك انني درت شي حاجه اللي هي زوينه اللي غنتسخر براسي بها وي ونلقاك شي عام نقول لي انا اللي عيطت لك في النهار ان شاء الله. شكرا لك وابرفع الى جمعويه نلقاك ناجحه في حياتك
شخصيه صافي. شوف اول حاجه خاصني ننجح في حياتي باش نعاون الناس الاخرين، ما يمكنش ما ننجحش ولا نعاون الناس الاخرين. برافو مايمكنش. ميرسي لك بزاف، شكرا. الله يسهل عليكم كاملين. يلا مرحبا. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا للحب ديالكم، شكرا على الكلمات الطيبة. ما مني قلت لكم بحر من الكلمات، أحبكم بل أعشقكم بل أموت في هواكم، ما غاديش نفيكم ولا شوية من داكشي اللي تستحقوا. فيغمون ميرسي 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 بزاف. يعجز اللسان عن الكلام والله، شي مرة تلقى ما نقول شكرا على الحب ديالكم. أنا ما عنديش شي عصا سحرية ولا شي حاجة، مجرد أنا تنقول لك عيش حياتك، عيش لدنياك كأنك ستعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا. شوف زائد واحد القاعدة تعلمتها في حياتي، الجمال يعطيك نصف الاحترام. اسمع، الجمال تعطيك نصف الاحترام، الفلوس يعطيك نص ديال الاحترام تا هما، ماشي الاحترام كامل غير نصو. المظهر ولا الحوايج اللي ندام ديالك ولباسك يعطيك تا هو نص الاحترام. احترم راسك غتاخد الاحترام كله. تعلم غير تحترم نفسك، تحترم تربيتك، والديك، مجتمعك، غتاخد الاحترام كله. اما الفلوس غيعطيوك غير نص، هو مكمل ديال الاحترام. الجمال مكمل والمظهر مكمل، اما تحترم راسك عندك كل شيء. اوكي نحاولوا نزيدوا شي اتصال، نزيدوا شي اتصال الاخوان، نزيدوا شي اتصال. واحد السيده من تونس، تحيه الناس اللي من 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 الجزائر، من من تونس، من الدول الخليجيه، من الناس ديال الجاليه. راه كاين عندنا جروب بعد ديال الجاليه باش تكونوا عارفينها، في غير الناس ديال الجاليه اللي تحيه لهم، راه عندهم بزاف ديال الافكار باغين انهم يديروها، باغين يصوبوا بير، باغين يديروا بزاف ديال الافكار ان شاء الله. السيده ديال تونس ما عرفش واش غادي يطلع لي ولا ما يطلعليش. واحد الرقم مادام ما طلعليش نحاولوا نستقبلوا واحد اتصال. واحد السيده كنت باغي نصوني عليها، ديزولي راه مشات لي لابيل ديالك، ماشي مشكل، ندوزو شي اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. سمعيني. الله يخليك. شنو الاسم المستعار اللي غتعطينا؟ كريمه. بغيت تعاودي لنا شي حاجه ياك؟ تفضلي يا كريمه، حنا تنسمعوك. كريمه. نعم. تفضلي. بغيت نعاود قصتي. مرحبا، تفضلي، حنا تنسمعوك يا كريمه. ما عرفتيش منين تبداي؟ بداي من الاول. كريمه. نعم. تفضلي. انا كنت عايشة من كنت صغيرة، كنت عايشة بخير، ولات عندي 14 عام لقيت راسي مربية. الناس اللي رباوني ماشي والدي حقيقيين. تبدلات حياتي بزاف. خرجت من قرايتي، المهم تبدلت كلي. هي هذيك
بغيت نعرف هاد الوالدين الحقيقيين ديولي، درت مع الناس اللي كبرت معاهم صراحة كانوا معلين فيا، ما كانت ناقصاني حتى شي حاجة بخصوص الأب ديالي، ما كان مخليني نحس بحتى شي حاجة، ديما كانت عندي بلاصة خاصة عنده. إن شاء الله. مازال الأم كانت شوية كنحس بشوية النقص، بالخصوص مني ولدات هما ما كانوش كيولدوا، داكشي علاش رباوني أنا، ورباوني من كنت باقا صغيرة تقريبا عندي 20 يوم. فاش هي ولدات ولات كدير الخزيات بيناتنا، ديما كنحس براسي انا كنبغي ندخل راسي، وهادي ديما كنحس براسي انا يعني كاين داك الاحساس بانها ماشي ماما، لدرجة كنت كنقولها ليها ملي كنت باقا صغيرة، يعني قبل ما تعرفي. قبل ما نعرف تي شي حاجة كنت كنحس بداك النقص، واني من جيت الاب صراحة ما عمرني حسيت بيه، وكنت كنمشي عندو كنقول ليه علاش ماما كدير معايا بحال هكاك، علاش خوتي ما كديرش معاهم بحال هكا، كنت خصوصا ولدات الولدة الاولى ولدات بنت كان فرق كبير ما بينها ما بينها، كنحس خصوصا ملي كي الجيران كيبداو يعودو هذا في الاسبوع هادي شنو درنا وشنو درنا وهادي، وعلاش زعما حيت انا الاولى ما داروش هادشي وهاديك داروا لي هذاك الشيء. يا هادي دخلت فاش وليت كنقرا وصلت للسادس، اللي كنت عاير بحال هكا، الا تعيرت مع شي وحده كتقول لي سيري يا مربي قلبي غير على والديك. هي هاديك فاش كنجي كنبدا نبكي، وهذا كنقول لي واش بصح هاد الهضره، كيقول لي لو ما كانش كنتي بنتنا ما غاديش نحطوك في الحاله المدنيه وهادي وهادي، صافي كندير زعما راه كنتيق، لدرجة صافي فاش طلعت بحال هكا صافي ما بقيتش حاملة نقرا، وخرجت من القراية اللي كنسمع من العائلة، وليت هاد الكلمة تنسمعها من العائلة بزاف، هي صافي هي هاديك ولات عندي 14 عام، على 14 عام كانت بغات تزوجني. ما بغيتش نتزوج وبزت عليا الزواج صحة، ما بغيتش. وتزوجتي؟ لا صافي وليت وحدة أخرى، مبقيتش كنحس براسي هاديك، و جات لعندي وقالت لي انت راك ماشي بنتي، وقالت لي مشيت عند بابا وقلت لي شنو، قال لي ماشي ماما كنتي بنتي انا ولدتك مع واحدة اخرى. هو باباك الحقيقي اذا؟ لا ماشي هو، غير قال لي غير بحال هكا كاينات غير بس زعما يبرد عليا، وهذا قال لي سي بنتي انا. تقريبا درت 16 عام، قلت لي بغيت نعرف دي اللي ولدتني بغيت نعرفها، قال لي واش مش مأكدة، قلت لي بغيت نعرف هادي اللي لاحتني وهادي اللي سمحات فيا، بغيت نشوفها ونشوفها كي دايرة. تقريبا داز شي عام بحال هكا، كيفاش قلت لي ديك الهضرة جابها ليا المرا اللي ولدتني وهادي جات لعندي. ولات عندي 17 عام، جات لعندي فاش كنشوفها
كنشوفها شفتها كنحس معمرني انا حسيت بداك الاحساس ديال الام حد الان عمرني ما حسيت بيه. تصمت هاد البنت هادي اللي كانت تهضر دابا وهادي ما عمرني حسيت بيه. شاف عمرك دابا كريمة؟ دابا في عمري 24 عام صافي. مني جات الوالدة عندي ما مزياناش. كيفاش ما مزياناش؟ مني جات لعندي بحال جبت المشاكل زدت المشكلة لراسي. علاش؟ خربقات لي حياتي. علاش؟ حرت. علاش خربقات حياتك؟ قالت لي هذاك راه ماشي هو باك و باك سمح فيا وهادي وهادي وهادي. زدت تعقد قلت لي علاش سمحتي فيا وهادي. قلت لي انا كنت باقا صغيرة وباقا طايشة وما كانش ممكن ليا ربيك وانا غنضيعك وغندير اللومة. قلت ماشي مشكل ما عمرني ما بينت ليهم الداخل ديالي شنو فيه ولا باش كنحس. صافي بقيت بحال هكا كاينه. مره وليت كنمشي عندها خا رغم ذلك وليت كنمشي عند ماما تمشي عندها مره ترجع عند هاد الناس كنرجع عند بابا اللي مربيني. يجيك فاش صافي قلت لاما شنو ندير لاما نتزوج غادي نبقى نطلع وطهوك وهوك لاما نستا راسي ونتزوج. يجيك فاش كيجي شي بحال هكا شي كيجي شي واحد يتقدم ليا ويخطبني. اللي جا اللي كيتقدم كيشوف يعني انا مربيه وهادوك ماشي والديا وكاينه ماما وحده اخرى وهادي صافي كي ما كيبقاش ما كيقبلش عليا على حتى انا مربيه ما كيقبلش. زوجات اختي صغيره فرحاو بيها فرحات بيها ماماها ماماك داروا ليها العرس وداروا ليها ماماك ماماك يعني ما اللي والدها شي اللي والدني انا ما عليناش. كملي صافي بقيت بحال هكا كاينه بقيت معاهم حيت اضطريت حيت ما عنديش شي اختيار اخر يعني ولا ما عنديش فين نزيد. بقيت جالسه معاهم حتى حن عليا الله وتزوج. شي انسان اللي اختاريتي؟ الحمد لله. قلت صافي حياتي تبدلات وغادي نبدا حياة جديدة. صراحة جاني ولد الناس ودرويش عمر هذا وجا لدارنا يعني قبلو دارنا تزوجنا. يلا دابا عندنا تقريبا تزوجنا تقريبا شي 6 شهور. يلا يلا تزوجنا 6 شهور ضربوه. شكون اللي ضربوه؟ هو خدار. اها
كان خدام بحال هكا وجاي فوق واحد السيده وهما يدوروا بيه ضربوه ضربوه الراس. ضربوه في شهر 7 في 2020 ما كيهدار ما كيتململ ما والو. شنو تشلل؟ بحال هكا كاين اسمو مشلل. الله يشافيه يا رب ويعافيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. اها كنبغيه الإنسان الوحيد اللي عودني على بزاف تاع الحوايج. الإنسان في بزاف تاع الحوايج ونسيت كل شي اللي دارت عليا ونسيت كل شي. يا ماما الحمد لله مازال إيماني في الله ومازال كنترجى الله ومازال ثقتي في الله كبيرة. مفاقداش الأمل كنكون إن شاء الله غادي يرجع كيف ما كانوا إن شاء الله. شهرين شهرين مسكين هو كوما كان نعس في ميريزكو لمدة شهرين. صافي يلا غير حل مسكين عويناتو فاش دخلوني عندو تما نشوفو حيت كانوا تما مع هاد الكوفيد ودوما تندخلوش غير كنطلعو عليه غير من الزعج. وفاش بغيت نخرجو قالوا لي خصك تدخلي تشوفي كيفاش غتعتهني فيه في الدار. فاش كندخل عندو لقيتو في واحد الحالة لا يرسل لها لقيتو كلو لي سكار كلو ما كيحس بتا شي حاجة ما غير كيشوف شوفة ما كيشوفش فيك غير كيرصي عيني في جهة وحدة وخا تتهضري معاه وخا هدا ما كيسمعك ما تي شي حاجة. تقريبا بقيت كندخل كل نهار شي مدة شي سيمانة بحال هكا كينات. صافي قالو لينا خاصكم تخرجوا. خرجت في ديك الحالة جبتو للدار جبتو تقريبا جلس شي 20 يوم في الدار. فاش قلبت ليه راسو لقيت ليه راسو خنز يعني فاش حيت الفاس تموت داكشي لقيت ديك الضربة كبرات لي في راسو وخمجات لي. انا ما قديش انا ماما ما عرفتش شنو ندير الحالة ما عرفتش شنو ندير لي. جاو عندو صحابو وحدين كانوا خدامين معاه هما اللي لقيت جزاهم بخير وقفوا معاه وتكلفوا بيه. دينا داو لواحد الكلينيك عند واحد الطبيب نعاود درنا ليه ريم وهذا لقينا عندو الماء باقي عندو الماء في الراس. يا هاديكم الله يجازيهم بخير هما اللي جمعوا عليا فلوس العملية وعاود درت لي عملية واحدة أخرى. وملي بقاو مكلفين بيه حتى حيد لي سكار من راسو هذا وعاود درنا ليه العملية عاود جتو للدار. نفس الشي ما كي هدار ما عندي شي حاجة غير محطوط غير كيشوف وصافي. حد الان تل دابا حد الان حد الان كملي. دابا فاش دي شوف فاش الطبيب خرج ليا قال لي دي واحد المركز كاين في بوزكورة ايه
قال لي خاصك دي تما يدير الترويض وهذا هما اللي تكلفوا بيه. ديتو فاش ديتو خرجوا ليا تاني تما بقى صاحب بزاف نخلص 5 مليون الشهر. قلت لهم والو ما عنديش هذا. قالوا لي عندك رامي. قلت لهم عندي رامي. صيفطوني واحد الجمعيه كاينه في درب غلف. فاش مشيت هذيك الجمعيه قالت لي حنا غادي نعاونوك 50% 50% انت اللي تخلصي. جيت درت على كاع الناس هذا. مشيت عند واحد السيد هو اللي خلص لي الشهر الاول هاد شهر 12. ديشو غير في شهر 12 ديشو ملي كنتي شوية الحمد لله وكنحس بيدي كيتحسن ولا كيتحرك شوية. دابا فاش دخل هاد الشهر قلت ليهم راه ما عنديش وهذا وخاصكم يعني عاونوني ما عنديش باش نكمل لي العلاج. هو اللي كانت خدام عليا وهذا وكنت خدمت غير قد الحال غير خدار ما عندوش. كيقولوا لي لا يا تخلصي يا زيدي. قلت لهم ما يمكنش انا فين غندي نعالج واش غندي نسد عليه في البيت ما يمكنش. هو ديري لي هذيك الصدفه في عنقه وخاصك تانسبيري ليه وخاصك ديري. وقلت لهم انا لاباري كان عاطيها ليا السيد كانوا حاطين لي هذيك لاباري باش كنسن انسبيري ليه. وداكشي فاش ديتو المركز جا السيد خداها ليا. دابا حرت اخويا بطر حرت دارت بيا الدنيا ما عرفتش شنو ندير. يا من الله محمد رسول ما عرفتش. كريمة لا فاش عطينا الحياة عذر باش نطيحو عطيها انتي 1000 عذر باش عاودي توقفي على رجليك. هتقولي لي انا نقول لك هي انا متفق معاك قاسح ولكن المجتمع ما كيرحمش. لا ممكن المجتمع ولا المجتمع ممكن توقفي على رجليك ممكن يسكن يحسن. بالنسبة لوالديك بالعكس خاصك تقولي الحمد لله. تقولي بدر علاش نقول الحمد لله ياك هما ماشي والديا. لا بالعكس الحمد لله عرفت ربهم واللي رباوني ما عمرني ننسى الخير بالخصوص الاب ديالي. وانا تنقولها وانا متاخره بيه لدرجه ما خلانيش نقلب على الاب ديالي ولا نسول فيه نسيني في كل شيء. وربما هاد الوالدين صدقوا احسن من اللي غيكونوا والديك الحق. حسيت بواحد شوية النقص نجيت لأمي الحمد لله. ولو كانت الأم ديالك الحقيقية ما كنتيش تحسي ربما هذه بالعكس ما كنتش غنعيش بحال هكا. ما كنتش غادي لو كان كنت معاها كنت غادي نعيش عيشة خايبة. فوالا يعني أول حاجة نقولوا الحمد لله حيت أنت ربما ربي يبغالك الخير. ندوزو النقطة الثانية. المرة تتعرف في لقيت هاد الحزة ماشي راجلك طاح ونقولو فوالا وبرافو عليك قلتي بأنني انت نبغي وقفتي معاه وقفة ديال الرجال. هذا دليل ما نقدرش نسمح فيه ما نقدرش نسمح فيه ولو يبقى لي عرق واحد يضرب حيت كان الله يعمر هذا. ما نقدرش نسمح فيه ما نقدرش نخليه واخا نعرف ما عرفتش شنو نسمحش فيه. انا كنحمد الله وكنشكره كنشكره غير مني باقي الروح فيه وباقي كيشوف بعوينات وانا ديك هي الدنيا عندي وما فيها. اه كدب ديك
اكيد اني عندي وما فيها. ملي كنمشي الفيسبوك عنده، ديالك الناس اللي هنا في ملي اللايف كنمشي اللي عنده وكنشوفه تبغي تعطي كنقول الفيسبوك حمدك يا رب وشكرتك. كريم تبغي تحط الفيسبوك ديالك هنا باش اللي بغا يشوفك اللي بغا شي واحد هنا يقدر يعاونك، يقدر عنده شي حل، عنده شي حاجة. ماشي مشكل نغير الصوت ديالك الحقيقي، ماشي مشكل. فوالا هما تيهضروا مع افتح لهم الرقم ديالك باش يعرفوا بان السيده اللي تتهضر معاهم ها صوتها. شنو السميه ديالك؟ انا سميتني اكرام، السميه الحقيقيه ديالي هي اكرام. اكرام، اكرام شنو دايره في الفيسبوك ديالك؟ دايره اكرام رابحه. اكرام رابحه السميه ديالي والكنيه ديالي اكرام رابحه. اوكي باش انا خفت ما تعطيني النمره ونمرتك تفرق، انا ما عنديش مشكله بغيت نحطوا النمره. شنو قلتي اخويا؟ قلت لك الا بغيتي نحطوا النمره دابا في اللايف انا ما عنديش مشكل، غير خفت تفرق. ماشي مشكل. اوكي كل واحد يخلصوا على نيته. الاخوان اللي بغى يتواصل مع اكرام 06 قيدوا الناس، عفاك نتمنوا تقيدوها في لي كومونتير 00 212. نعطي هادي ديال الواتساب ياك اللي طالعه لي. هي هاديك اسيدي 00 212 46 95 78 39 39. 06 40 95 78 39. نتمنى تعودوا تقيدوها 00 212 46 40 95 95 95 98 39. فوالا هما قيدوها. نتمنى اللي تواصلوا معاه غير قادر انه يعاونك واللي ساعده ولا على الاقل كلمه طيبه. فريمون اكرام ومحتاجه لدعواتهم والله. فوالا الله يشافي راجلك يا رب. كلشي دايما بالشفاء، كلشي دايما بالشفاء، كلشي دايما بالشفاء الاخوان، كلشي دايما بالشفاء. اكرام يا رب ان شاء الله غتعيطي ليا وتقولي لي فراجك واحسن من الاول والحمد لله بعد العسر يسرا ان شاء الله. نتمنى كلشي يدعي معاها بخير يا ربي امين. اللي بغى يعاونها هو الرقم راه الناس تيحطوها في لي كومونتير 06 40 95 78 39. شكرا خويا بدر، شكرا بزاف عرفتي مناش وانا كنصوني عليك. بالعكس مرحبا والله الا مرحبا على راسي وعيني. بدا تعيطوا لك ياك؟ ما عرفتش واحد النمره ان شاء الله دابا ان شاء الله الليله هذه. انا غير بغيت نقول لهم انا ما بغيت والو، انا كنحمد الله وكنشكرو، انا ما بغيتش شي حاجه، انا بغيت غير راجلي يتلفى ليا ان شاء الله. ان شاء الله هذا اللايف هذا فيه غير ولاد الناس والناس اللي يقدروا يتدخلوا لك يقدروا يقدروا شحال من حاجه ان شاء الله. اين مدينه انت يا كريم؟ انا كاينه مدينه برشيد. وراجلي حاليا انا ناعس في بوزكوره مصحة النور. فوالا اللي قدر انه يعاونه اللي قدر يعاوني. انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا ما تعطيوني حتى شي حاجه. ان شاء الله تعيطي لي شويه ان شاء الله يا ربي امين اخويا بدر. ما تقنطيش ان شاء الله غتفرج. انا ما قنطاش، انا والله حتى كنحمد الله وكنشكرو حيت ربي عطاني هاد الابتلاء، انا حامده به الله نكذب، انا كنحمد الله وكنشكرو، انا تيقتي في الله كبيره. انا غير مني باقا كنمشي عنده كنشوف فيه وهذا وحال عوينات، وانا ما فاقداش الامل وكنقول ربي كبير هو حتى هو يتيم مسكين وعنده غير مهمته ومهمته مسكينه حتى هي مريضه عندها فيها السكر وخو عنده خو مسكين سواء عنده إعاقة. واخا الرقم هو 00 هانتوما حاولوا نعاودوها دابا عافاك، حاولوا تقيدوها 00 212 46 95 95 78 39. 06 40 95 98 39. هذا هو الرقم ديال الإكرام اللي باغينا يعاونها ولا يبغي على الأقل كلمة طيبة. إي فوالا شكرا لك إكرام،
ان شاء الله. شكرا لك انت يا خويا. تعيطي ضحكه صافي تعيطوا لك امين بداو التعياط يا يا سير عيط الله شي واحد ان شاء الله تفرحينا غدا تعيطينا فشي اتصال تقولي الحمد لله بعد العسر يسرى صافي يا ربي امين اخويا والله يعطيك صحيحتك والله يعطيك ما تمنيتي في خاطرك يا ربي بلاك صحيح على راسي والله يفرجها على كل واحد الله يفرجها على كل شيء يا ربي امين يا رب. ربي كبير ربي كبير داكشي اللي الحمد لله الحمد لله على كل الحمد لله ميرسي لك اكرام شكرا لك على اتصالك الله يحفظك اخويا الله يجازيك بخير لاكس مرحبا مرحبا اكرام إيه لا اله الا الله شنقولكم لا اله الا الله شنقولكم ما كاينش اللي لقاك يبغى ما تقنطش صلي يفرحكم صلي يسعدكم صلي يعطيك كل منويته في خاطرك صلي يفتح لك بيبان الخير صلي يبعد عليك الهم والغم ويبعد عليك شر الخلق ويلاقيك غير بولاد الناس والله يفتح لك بيبان الخير وينور لك طريقك ويخلي لك مين تقول اللي مات ليه شي واحد عزيز عليه يا ربي يرحمهم ويجعلهم من اهل الجنه ونتلاقاو انا وانت وكاع اللي بغيتيهم والديا ووالديك وكاع اللي حبيناهم ماشي في اي جنه جنه الفردوس ما تقنطوش ما تقنطوش هذه هي الدنيا انا وياك في امتحان وغنتجاوزوا هذا الامتحان انا وياك قويين ياك ما غنضعفوش ما غنضعفوش ياك هكا الحياه تتبغي خاصك توقف وتقول لا شوف الضربه اللي ما قتلتنيش غتزيد تقويني اكثر من الاول هكا تبغيك الحياه تكون ما تضعفش ليها وما تسلمش ليها ما بقى لي الا نودعكم كانت حلقه اكثر من رائعه شكرا كاع الناس اللي طلعوا معنا شكرا كاع الناس اللي دعوا معنا شكرا كاع الامهات اللي بقاو صارين معنا شكرا على الرسائل ديالكم والحب ديالكم وقبل ما ننتهي دخلوا اسمعوا واحد الحلقه ديال في القناه ديالي على اليوتيوب اخر حلقه حطيت ديال يسرى الناس اللي تيبغيو يسهروا تيسمعوا اللايفات ديالي عتيناسو حاولوا نسمعوا القصه ديال يسرى في القناه ديالي ديال اليوتيوب قصه مهمه تستحق انكم تسمعوها ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه ديالي قناتي على اليوتيوب كاين بزاف ديال الناس تيتصلوا عشي ما عرفتش ما عرفتش والله ما عرفتش ما عليناش الا ما كانش نخليهم ان شاء الله غدا 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 شوف باش ندوزوا القصص اللي تيستحقوا انهم يدوزوا حاولوا انكم تصيفطوا ميساج اما في هاد لاباج اما في انستغرام احسن الانستغرام ديالي شوف اللي باغيين يعاودوا القصص كتب لي الخلاصه ديال القصه ديالك في انستغرام وان شاء الله انا اللي غنتصل بك لان كاين بزاف القصص خاصهم الاولويه بصراحه كذلك كما قلت لكم اللي عنده شي حوايج اللي باغي يساهم اللي باغي يعاون الناس ديال الجاليه كاين جروب فيه الناس من المانيا اسبانيا ايطاليا امريكا السويد اللي تحيه لهم راه تيتفرجوا دابا في اللايف شكرا لهم الا بغيتي تدخل معاهم صيفط لي ميساج في هاد لاباج كتب لي مجرد المدينه ديالك وغتدخل معنا في العقول الراقيه حتى انت غتولي واحد ترسم الابتسامه على وجه بزاف ديال الناس شكرا لكم شكرا لكم ثم شكرا ما بقى لنا نودعكم دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ودخلوا دابا القناه ديالي على اليوتيوب واشتركوا فيها مع السلامه